تحية لكل مشاهدي الام تي في، تحية كتير كبيرة لكم مع هالطقس العاصف الممطر مباشرة من المردشية. نحن وياكم من صغرتها مع مباراة السلام صغرتها والأنصار، مباراة ضمن المرحلة العاشرة من دوري ألفا لكرة قدم. أحاديث كتير كانت عم تطلع قبل هالمباراة إذا رح يكون في لقاء إيه أو لا بالنسبة للشتي اللي كان عم ينزل، بس حكم المباراة محمد درويش اللي وصل قبل المباراة وعين أرض الملعب لأنه الكرة عم تمشي، والمباراة انطلقت صار لحوالي دقيقة تماما على انطلاق المباراة. هلا رح نعطيكم أبرز الغيابات عن صفوف الفريقين. فرصة لفريق السلام صغرتها ببداية المباراة داخل منطقة الجزاء، كرة بيلعبها يدوش حادي، جول 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 جول. أليكس بطرس عم بيولع المباراة بأول دقيقة من هاللقاء بأول هجمة على مرمى حسن مغنية. السلام عم يتقدم 1-0 على فريق الأنصار، فريق الأنصار يلي بيعرف كتير منيح انه بعد عنده الوقت الكافي ليرجع لهاللقاء. بداية مثالية للفريق الأحمر بالإعادة، بنرجع بنشوف دموش حادي رفع الكرة لحاله لحاله، أليكس بطرس عم بهز شباك فريق الأنصار ليعلن عن تقدم الفريق المضيف صاحب الأرض صاحب الضيافة بنتيجة 1-0. مساء الخير شربل، وأحلى من هيك بداية نشوف هدف بأول دقيقة من المباراة بهالظروف المناخية الصعبة، فعلا شيء رائع بيوعد بمباراة رح تكون حلوة من الفريقين. مساء الخير وتحية رياضية أكيد كل يلي بلشوا يتابعونا عبر شاشة ام تي في. بداية نارية صغرتوية، فعلا النتيجة هي 1-0 مش 2-0 مثل ما عم نشوف امامنا الى يسار الشاشه. البدايه السريعه للسلام صغرتا بلا شك اربكه الجميع، تحديدا اربكه الانصار يلي دخل الى هالمباراه وعينه بالتاكيد على احراز الثلاث نقاط، ثلاث نقاط، وطبعا رح ينظر الى مباراه القمه يلي رح تقام بكره او مفترض انه تقام بكره الساعه 9 بين العهد والنجم ضمن سعيه للاقتراب من ثنائي الصداره. لكن هدف أليكس بطرس المبكر عم يعقد الامور بالنسبه للفريق الاخضر. على كل حال باجواء مناخيه بارده وماطرة جدا بملعب المردشية عم تقام المباراة، لكن مثل ما عم نشوف أمامنا الكرة عم تمشي وبالتالي الأجواء مناسبة للعب كرة القدم. هذا الأمر أكده إدموش حادي بكرة العرضية الممتازة جدا يلي وصلت إلى رأس أليكس بطرس، ومن خلالها أليكس قدر يفتتح التسجيل بالدقيقة الثانية تحديدا، أو إذا بدكم بعد مرور دقيقة وأربعين ثانية على البداية. إذا السلام متقدم عم يحط ضغط على الأنصار بالوقت يلي الأنصاريين رح مر سريعا على تشكيلة الفريق الأخضر بهاللقاء. حسن مغنية، حسن شعيط وشبريكو، معتز بلاج نادي، حسن بيطار ونصار نصار، أبو بكر كمارة، عدنان حيدر، يوسف عنبر، حسام اللواتي، حسن شعيط وموني والحجمة. هذه تشكيلة الأنصار بالمقابل تشكيلة السلام صغرتا عم يمثلوا اليوم مصطفى مطر، وليد اسماعيل، حمزة الخير، أحمد يونس، أحمد المصري، جون جاك تمين، يوسف بركات، أبو بكر مسالي، إدموش حادي، أليكس بطرس، أمادون ياس. طبعا الغائب الأبرز عن التشكيلة الأساسية صغرتوية هو ماركو ميهايلوفيتش المدافع البوسني الموقوف لتراكم الإنذارات الثلاثة، أيضا غياب عدنان ملحم بسبب الإصابة عن تشكيلة صاحب الضيافة. بالوقت يلي الكرة من رمي التماس وصلت إلى داخل منطقة تبعد من قبل دفاع السلام صغرتا، أيضا نصار عم بيحاول يسدد من مسافه بعيده لكن الكره بين يدي مصطفى مطر. ايضا كان في كلام كثير بعد اصابه مصطفى مطر اذا كان رح يقدر يشارك او ما رح يقدر يشارك بالمباراه، اصابته طفيفه فينا نقول الحمد لله لانه مصطفى مطر واحد ايضا من خيارات الثلاثه بالنسبه لمنتخب لبنان الى جانب مهدي خليل وعباس حسن بحراسه المرمى. عم يلعب المباراه بشكل طبيعي بالوقت اللي حسام اللواتي عم يحاول يتقدم بالكره، حسام وسط مواكب صغرتويه عم تنقطع منه، ايضا عدنان حيدر بيتدخل الكره الى خارج أرض الملعب. رمي التماس رح تكون لأحمد المصري الظهير الأيمن لفريق السلام صغرتا منه لعند أمادون ياس. كرة بوسط الملعب، أبو بكر كمارة موجود بوسط الملعب اليوم بهاللقاء بالوقت يلي الشوط الأول من المباراة الافتتاحية للمرحلة العاشرة بين شباب الغزية وشباب الساحل. بوقت يلي الفرصة للحج مالك مصطفى مطر عم يتدخل بشكل ممتاز. شباب الغزية إذا وشباب الساحل، الغزية عم ينهي الشوط الأول متقدم 1-0 بهدفه لكيكي المهاجم الإيفواري، إذا هو يلي كان عم يفتح على التسجيل للفريق الجنوبي.
ايضا نتيجه كثير مهمه بالنسبه للشباب الغازي ضمن الصراع الكبير بين اكثر من فريق للهروب من معمعة الهبوط، منهم السلام صغرتا اللي عنده 8 نقاط وما بيبعد الا نقطتين فقط عن صاحب المركز الاخير يلي هو البقاع، وعن صاحب المركز ما قبل الاخير يلي هو الصفا يلي عنده 7 نقاط، مثله مثل الرسك طبعا الموجود بالمركز العاشر طرابلس، السلام والغزية قبل هالمرحلة عندهم 8 نقاط مقابل 9 نقاط للتضامن صور، يعني بين صاحب المركز السادس وصاحب المركز الأخير فارس في 3 نقاط فقط، هذا أمر بيعكس أمر واحد هو المنافسة الشرسة على الهروب من الهبوط، مثل ما هي المنافسة النارية عم تكون بين النجمة والعهد على صدارة الترتيب العام بالوقت يلي حاليا موريه جول جول للأنصار، مطول الأنصار ليرد على هدف السلام صغرتا، حسن شعيته موني بتاني أهدافه بدوري ألفا عم يعادل النتيجة بشكل سريع، صحيح الأجواء المناخية باردة لكن لاعبي الفريقين خلوا الأجواء تكون نارية، خلوا الأجواء تكون حامية جدا مع هالكرة العرضية من حسام اللواتي يلي وصلت لعند حسن شعيته موني، عمل الكنترول سدد بقدمه اليسرى، يا سلام يا موني ذكي جدا، لمح الزاوية اليسرى لمرمي لمصطفى مطر مشرعة وبالتالي سدد وهز الشباك وعاد الرقم أو الأرقام بالنسبة لها المباراة 1-1 أصبحت النتيجة، هذه هي كرة حسام اللواتي من كرة عرضية سجل السلام ومن كرة عرضية سجل الأنصار بهالتسديدة الأرضية لحسن شعيتو موني، إذن التعادل 1-1 فارس، مباراة فعلا جميلة جدا وحرارة المباراة خليني سميها عم تطغى على برودة الأجواء المناخية، يعني المباراة حلوة بعكس الطقس كليا، بس الفريقين عم بيخوضوا هالمباراة بيعرفوا إنه السلام عم بيلعب يمكن فرصته الأخيرة، لا مثل ما عرفنا أنه كان في تحذير للاعبين وللجهاز الفني من إدارة النادي بعد المباريات السيئة والأداء السيء من بداية الموسم والمركز المتأخر يلي عم بيحتله فريق السلام، فريق الأنصار لا بديل عنه إلا الفوز، بده يرجع على بيروت بثلاث نقاط ليضل قريب، بده يبقى قريب من خط المنافسة مع العهد ومع النجمة، كرة حاليا مع فريق السلام على مشارف حدود منطقة الجزاء، يعني بده ينتبهوا كثير منيح اللاعبين من برك المي، المهارات الفردية ما كثير بتساعد، وهون تيسير بدر عم يرفع رايته ليعلن عن خطأ لصالح فريق السلام صغرته، محمد درويش، ربيع ميرات، تيسير بدر والحكم الرابع الشيخ أحمد علاء الدين، كمان لكل يلي عم ينكتب على الفيسبوك وعم ينحكى انه مباراة النجمة والعهد رح تتأجل، القرار الوحيد هو الاتحاد اللبناني لكرة القدم وحكام المباراة يلي بينزلوا على أرض الملعب بيحددوا إذا في مباراة أو لا، فكل يلي عم ينكتب منه صحيح أبدا أبدا، والمباراة لهلا ماشي، المباراة القرار الأول والأخير بيرجع للاتحاد اللبناني لكرة القدم، نصار نصار بيتقدم، نصار نصار وما رح ينترك ابدا، حمزه خير عم يبعد الكره لخارج الملعب، النتيجه التعادل الايجابي 1-1 بين السلام وبين الانصار، لاول مره الشمس عم تشرق اليوم بصغرتها بعد نهار ممطر، نهار كان صعب كثير على الفريقين، ركله ركنيه جديده رح تكون لفريق الانصار بهالوقت، بذهاب الموسم الماضي بصغرتا الأنصار كان عم بفوز 1-0 ضمن المرحلة العاشرة، وإياب الأنصار أيضا ضمن الأسبوع 22 بطرابلس كان عم بفوز بنتيجة 2-1، ركلة ركنية مع حسام اللواتي اللي بيرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، مصطفى مطر بيلتقط الكرة قبل ما تشكل خطورة على مرمي، مصطفى مطر يلا بيرجع بيقوم ما في شيء أبدا، لهلا تواجهوا الفريقين 25 مرة الأنصار فاز ب 15 لقاء، السلام 4 مباريات وتعادلوا الفريقين بالست مواجهات، اليوم يلي عم بقود فريق الانصار هو مساعد عبد الله ابو زمع امجد طاهر حماد، عبد الله ابو زمع يلي موجود بالاردن لاسباب عائليه ومرض والده كان مضطر يروح على الاردن، فسلامات ان شاء الله، وبنرجع بنشوف الكابتن عبد الله باقرب فرصه ببيروت مع فريق الانصار، اليوم مساعده عم بيقود فريق الأنصار بهالمباراة، كرة هون عدنان حيدر
بيبعدها بيقطعها عدنان حيدر. حمزه خير بشتتها نصار نصاري اللي عم بياخذ دور اليوم متقدم ليساند خط الهجوم. كلنا بنعرف كراته يلي بمررها نصار نصار ورفعاته كان على اليمين او على الشمال اللي بتشكل خطوره كثير كبيره. موني بيتقدم شعيته، حسن شعيته بيتخطى الاول الثاني، ما رح تظهر الكره لانه رح توقف ببركه المي، هيدا امر طبيعي وهيدا امر معروف، مطالبه بركله جزاء. بينالتي هون حسام اللواتي كان عم بيطالب ببنالتي كمان، مثل ما عرفنا انه يمكن تكون لبوبكار مسالي الفرصه الاخيره بمباراه اليوم، لانه ادائه ما عم بيكون ابدا مثل ما كان متوقع من جانب اداره والجهاز الفني لفريق السلام. فريق السلام يلي بيبقاله مباراه وحيده واخيره قدام فريق طرابلس، بينما فريق الانصار رح يواجه فريق شباب الساحل باخر مباراه من مرحله الذهاب. كرة حاليا مع عمدو يلي بيخسرها اليوم، ما بدكم تلوموا حدا من اللاعبين يعني بهيك أرضية ملعب والأرض يلي كلها مي والبرك الموجودة، بدكم تنطروا أي شيء معقول يصير. هيدي التمريرة مثلا مثل ما عم نحكي، هاي التمريرة ممتازة كانت من يوسف عنبر، ما رح تقطع لأنه رح توقف مكانها بهالبركة الكبيرة. هون المطالبة بركلة جزاء بنالتي، ما في أبدا ركلة جزاء، الأمور دايما وقت بتكون واضحة بتكون واضحة. هون عم نشوف نحن وياكم، أكيد اللاعب بده يعترض، وأحمد المصري يلي كان عم بيبعد هالكرة 12 دقيقة على بداية المباراة، والنتيجة 1-1 بين الفريقين. السؤال أمادو إدموش حاد اليوم بخط هجوم فريق السلام كيف راح يتعامل معهم دفاع فريق الأنصار، ودفاع السلام بغياب ماركو ميهالوفيتش كيف راح يتعامل مع هداف الدوري اللبناني الحج مالك يلي لهلا عم بيرفع رصيده لتسع اهداف بصداره الترتيب وبفارق ثلاث اهداف عن مارتن توشيف مهاجم البلغاري مهاجم فريق العهد يلي بيحتل المركز الثاني بالترتيب. حلوه 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 هالكره كانت من يوسف عنبر. وليد اسماعيل، وليد اسماعيل بيحصل على رمي التماس، واللاعب الزكي شربل لازم يبلش يتكيف مع أرضية الملعب ويفهم أرضية الملعب كيف وين البرك الموجودة، لأنه في تمريرات بتكون ممتازة رح نشوفها رح توقف محلها. وحراس المرمى بده ينتبهوا كمان على سرعة التسديدات الأرضية، لأنه بهيك نوع من أرضية الملعب رح تكون كرة سريعة كتير كتير. يعني هون طبعا التعامل لازم يكون مع هيك نوع أرضية بطريقة ذكية، بعض الأحيان الكرة الطويلة مطلوبة مش الكرة الأرضية اللي من خلالها بتوقف الكرة على أرض الملعب. على كل حال بعد مرور 13 دقيقة التعادل 1-1 بالمرداشية، أليكس بطرس سجل هدف الافتتاح وحسن شعيت وموني كان عم يرد عليه. طبعا السلام صغرتها مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية، مطالب بالفوز، من وقت فوزه على شباب الساحل بالمرحلة الثالثة ما نجح السلام صغرتها يحقق أي انتصار، انتصاره الوحيد كان على هالملعب بالتحديد بنتيجة 2-0 على شباب الساحل، وبالتالي مطالب اليوم بتحقيق نتيجة إيجابية مثل ما هو الأنصار المتمسك بأماله بالاقتراب أكثر وأكثر من ثنائي الصدارة في حال فاز اليوم، وفي حال طبعا صبت نتيجة مباراة بكرة لمصلحته تحديدا التعادل بين العهد والنجم. حسام اللواتي هون عم يرتكب بقى الخطأ، خطأ لمصلحة السلام بالإعادة لمصلحة قائد السلام صغيرة جون جاك يمين، خطأ واضح كان من اللاعب التونسي يلي عنده انذارين بده ينتبه كثير منيح. حسام اللواتي عنده انذارين، وبالتالي في حال تلقي انذار اليوم مثله مثل الحاج مالك رح تكون الامور واضحه، وبالتالي الغياب على المباراة المقبلة للأنصار. بالمقابل سلام صغرتا لاعب الوحيد يلي عنده انذارين او لاعبين عندهم انذارين هن بالتشكيلة الأساسية أحمد المصري وأبو بكر مسالي، ياسر عاشور على مقاعد البدلاء أيضا عنده انذارين. كرة إلى خارج أرض الملعب، رمي تميس لمصلحة الأنصار، موني عم يتركها للشبريكو، أبو بكر كمارا بيعمل كنترول لكن عم يفقدها أمام أمادو نياس السريع، لكن الكرة خرجت إلى رمي تميس جديدة. هيدا حسن شعيتو موني هدفه الثاني بدوري ألفا كان عم يسجله اليوم. ربع ساعة إذن مرت على البداية. شبريكو كرة لعند موني، لمسة جميلة من موني لعند شبريكو حلوة كتير، والانطلاقة بتكون من الرقم 16 لكن عم تتوقف بتروح لعند اللواتي. حسام بغير اتجاه اللعب، ممتاز حسام اللواتي لكن كرته هالمرة كانت بعيدة
عن يوسف عنبر، ذكية كانت من اللواتي. يعني اليوم الجهة اليمنى هي الجهة القوية عند فريق الأنصار، وجود نصار نصار بمركز الجناح الأيمن، خلفه يوسف عنبر عم بيكون بمركز الظهير الأيمن. لاعبين عندهم السرعة، عندهم القدرة على الاختراع، عندهم كمان الرؤية الممتازة للعب الكرات العرضية، وبالتالي هالأمر ما رح يكون سهل أبدا تحديدا على وليد إسماعيل في حال هاللاعب يلي عم نشوفه أمامنا على الشاشة أبو بكر مسالي ما ساعده بالشكل المناسب. 30 سنة أبو بكر مسالي، بدايته الاحترافية كانت مع سانت إتيان الفرنسي قبل 10 سنوات، واليوم موجود بالسلام صغرتها بالوقت اللي كمارا بيلعبها الكرة الأمامية مقطوعة أيضا. بتروح الكرة لعند أمادو، أمادو نياس بيحميها من بيحميها عدن حيدر، وبيحطها خارج أرض الملعب، رمي التماس لمصلحة السلام صغرتها. الكرة لعند حمزة الخير، حمزة طبعا تقل كتير كبير راح يكون على حمزة الخير بغياب ماركو ميهايلوفيتش، أبرز المدافعين بدوري ألفا ماركو ميهايلوفيتش اللي خاض الموسم الماضي مع السلام، برز بشكل كتير كبير، وبالتالي كان تجديد عقده بالوقت يلي حسام اللواتي. وحسام بحاول يلعب الكرة الأمامية مقطوعة مرة جديد، السلام صغرتا عم ينجح بقطع كل الكرات بالعمق، كل الكرات يلي عم يجرب يلعبها الأنصار بالعمق، السلام صغرتا عم ينجح إنه يقطعها مع الكرة أيضا على الجهة اليسرى لكن سريعة. يعني طبعا سرعة الكرة رح تكون أكبر ببعض المحلات، ملاعب العشب الاصطناعي عندما تكون رطبة بتصعب الأمور بالتأكيد على اللاعبين. هون إدموش حادي صاحب التمرير الحاسمي اللي أهدت هدف للسلام صغرتا بهالمباراة. جون جاك أمين بغير اتجاه اللعب لعند أمادو، ممتاز جدا الكرة أيضا لأحمد المصري المتقدم على الجهة اليمنى. أحمد بحاول يعكس الكرة مقطوعة مرة جديدة، موني أيضا التمريرة قصيرة بتروح لعند جون جاك أمين. لحد هالوقت السلام صغرتا عم يقدر يفرض خطوره بوسط الملعب. يوسف بركات هيدا اللاعب يلي احدث مشكله قبل بدايه الموسم بين السلام والانصار، وبالتالي كان الاتفاق انه هاللاعب القادم من بلاد الاغتراب يلعب مع السلام صغرتا ومن بعدها يلعب مع الانصار. يوسف بركات موسمين بموسمين قسمه الحق بين الفريقين، وبالتالي يوسف عم بيكون موجود حاليا مع السلام مع التسديده لابو بكر مسالي، ايضا بتروح لعند يوسف بركات. يوسف بيلعبها لعند أمادو نياس، خطيره جدا لأمادو داخل منطقه الجزاء. جول مره جديده، اليكس بطرس الرجل المناسب بالمكان المناسب، وعم بحاسب طبعا الانصار بقساوه على هفواته الدفاعيه، وعم بسجل تاني اهداف. شوفوا شوفوا اللعبه كيف انرسمت، بلشت من عند يوسف بركات راحت للصاروخ أمادو نياس، كرته العرضيه لعند مين؟ لعند اليكس بطرس، ما بيضيع ما بيضيع، ما في أي تسلل كان بالكرة الأخيرة بالإعادة مرة جديدة. يوسف لمسة جميلة لأمادو، منه لعند أليكس بطرس، شو بده أحلى من هيك، شو بده أحلى من هيك يا فارس أليكس بطرس ليسجل هدف تاني للسلام بسهولة تامة. عم يقدر السلام صغرتها مرة جديدة يخترق منطقة الأنصار، دفاع الأنصار يسأل بشكل كتير كبير عن الهدف. فريق السلام عم يتقدم 2-1، أليكس بطرس 2 الأنصار 1، لاعب نفسه اللي لاعب نفسه اللي سجل هدفين فريق الانصار. والسلام عم بيوعدونا بمباراه انا حاسس مليئه بالاهداف رح تكون اليوم يلي رح نشوفه، مباراه حلوه كثير. حسام اللواتي بيتقدم يتقدم، حسام اللواتي بيقرب على حدود منطقه الجزاء، فرصه لفريق الانصار، جول 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 للانصار. وهيدا يلي توقعته، مباراة مليئة بالأهداف. نصار 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 أوكاري عم بيسدد فيرست تايم، عم بيهز الشباك، عم بيخلي مصطفى مطر هو والكرة يكونوا داخل الشباك. النتيجة عم تتعادل، جرح الأسد على السريع عم بيرد كمان مرة، حسام اللواتي التمريرة منه عم بتكون فيرست تايم شوت، ومصطفى مطر بيدخل هو والكرة داخل الشباك، النتيجة بتتعادل، مباراة حلوة
مجنونة مثل الطقس. بالإعادة كمان مرة ما قدر مصطفى مطر يبعدها، دخل هو وياها وحسام اللواتي لهلا رجل المباراة عم بيكون من ناحية فريق الأنصار. هاي تاني تمريرة لإله، تاني أسيست بالمباراة، والهدف الثاني التعادل 2-2. مباراة مليئة بالأهداف، 4 أهداف بأول 20 دقيقة، يعني بمعدل هدف كل 5 دقائق ببداية هالمباراة. الأنصار والسلام 2-2 من ملعب المردشية مباشرة عبر شاشة الام تي في. ركلة حرة مع دموش حادي ايدي يلي رح ينفذ الكرة، بيلعبها داخل منطقة الجزاء، بيبعدها دفاع فريق الأنصار. الكرة موجودة بمنطقة فريق الأنصار، يعني الخطورة موجودة. اليوم فريق السلام بغياب عدنان ملحم، بغياب عامر محفوظ، وبغياب ماركو ميهالوفيتش. فريق الأنصار اليوم بغيب عنه علاء البابا، عم نحكي من ناحية اللاعبين الأساسيين. أنصار نصار نصار عم بيعدل، والمباراة تنطلق من جديد، تنطلق من جديد المباراة من نقطة الصفر. 0-0، 2-2، 1-1، هي ذاتها. الفريقين متعادلين، كل فريق بده يفتش هلا على هدف التقدم. تحت أنظار نرجع منقول طارق ثابت المدرب التونسي لفريق السلام، ومدرب الأردني أمجد طاهر حماد بدلا من أبو زمعي اللي موجود بالأردن لأسباب عائلية. كرة من جان جاكامين لإدموش حادي، إدموش حادي بيتقدم، إدمو بيتخطى الأول الثاني، بيلعب الكرة لمنتصف الملعب لعند البركات على اليمين لعند أمادو. أمادو 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 شو بده يعمل؟ بده يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، سهل كتير لمعتز يلي بيبعدها لخارج الملعب، لخارج الملعب، ورمي تميس لفريق السلام. كرة حاليا مع أمادو، محاولة من أمادو وبيخسر الكرة، بتروح ركلة مرمى لفريق الأنصار. مباراة سريعة، مباراة حلوة، مباراة حماسية، مباراة مليئة بالأهداف ضمن المرحلة 10 من دوري ألفا. فريق الأنصار لهلأ سجل 18 هدف ودخل مرميه 11 هدف، بينما فريق السلام لهلأ عم بيرفع رصيده للست أهداف ودخل مرميه 9 أهداف. يعني فريق السلام قبل هالمباراة كان خاض 9 مباريات، سجل 4 أهداف، اليوم بهالمباراة سجل قد نص ما سجلوا بال9 مباريات يلي خاضوا فريق السلام. هيدا أمر ملفت من الناحية الهجومية. أو الحج مالك مع كرة رأسية سريعة سريعة بالكاد نحن لحقناها. الحج مالك بده ينتبه، دفاع فريق السلام كتير منيح ما بينترك أبدا. الحج مالك المرمى بحبه وهو بحب المرمى، بحبه بعض اثنيناتهم. هداف الدوري الموسم الماضي 15 هدف، لهلأ معه 9 أهداف بعد عنده هيدي المباراة، مباراة مقبلة، وبعد عنده مرحلة الإياب مع محاولة رح تكون لفريق السلام، وكرة خارج الملعب رمي التماس للفريق الصغير. يعني قبل هالمباراة حتى فارس كان الأنصار سجل 16 هدف 10 منهم ساهم فيهم الحاج مالك، كيف ب9 أهداف مثل ما ذكرت وأيضا بتمريرة حاسمة. تخيل تأثير الحاج مالك بهجوم الأنصار. يعني حاج مالك هداف الدوري، وقت نقول هداف الدوري ومتصدر الهدافين دغري، يعني أهدافه ترتيب الهدافين بيحكي عنه للحاج مالك، مع فرصة رح تكون لحسام اللواتي، واحد فعلا من اللاعبين الأجانب يلي برزوا بسرعة بأول موسم لإلهم بدوري ألفا. لاعب التونسي اللي عم بيقدم أداء أكثر من ممتاز. كرة حاليا مع فريق السلام مع إدموش حادي، إدمو 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 بيتقدم معه يوسف عنبر، معه نصار نصار بيتخطى الاثنين، بيلعب الكرة لعند أمادو داخل منطقة الجزاء، فرصة لفريق السلام صغرتها، بيبعدها بيبعدها معتز باللحظات الأخيرة، وكرة رأسية من بوبكار مسالي كاد يهز الشباك. ولا أجمل من هيك مباراة شربل، مباراة رائعة جدا مثل الطقس، مثل الكرة يلي رح نرجع نشوفها، ومعتز يلي كان عم يبعد تسديدة بوبكار
كان عم بيكتفي هون مغنية انه يتفرج عليها لو الكرة صابت المرمى. يعني يلي كانوا كلهم او بالاحرى يلي كان كل مزعوج من القدوم الى الملعب والاجواء المناخية الباردة لمتابعة المباراة بالتأكيد منه ندمانين بظل هالمباراة الجميلة جدا يلي عم نشوفها. 4 أهداف بهاللقاء، وبالطبع مرشحة المباراة تشوف فيها أكثر أهداف. شربي لو ما صارت المباراة، يعني الظروف المناخية ما سمحت، مجرد إنه واحد يجي على صغرتها بيكون ربح. مشان هيك تحية كتير كبيرة لكل اللي عم يسمعونا وعم بيتابعونا. طبعا تحية موصولة لكل المناطق اللبنانية ولكل محبي الفوتبول يلي عم يتابعونا عبر شاشة ام تي في. دايما نحن معكم بالنقل الحصري والمباشر لمباريات دوري ألفا. الحكم محمد درويش بجدال مع نبيل بعلبكي وجهاد محجوب على ما يبدو في اعتراضات من قبل الجهاز الفني الانصاري بالوقت يلي حسام اللواتي. اي مركز بتوضع حسام اللواتي رح يتالق؟ ما في مجال. لاعب التونسي عم بيكون مميز جدا بكل المباريات، عم يلعب الكره داخل منطقه الجزاء الراسيه من ابو بكر كمارا. لكن لوين يا ابو بكر كمارا؟ كان بمكان مناسب جدا ليسجل مره جديده بمرمي لمصطفى مطر. مصطفى مطر يلي حافظ على نظافه شباكه ب4 مباريات هالموسم مثله مثل حسن مغنية، لكن مش اليوم لا حسن ولا مصطفى لانه اهتزت شباكهم كل واحد مرتين. الافضل اكيد على الصعيد يبقى الحارس رقم 1 حارس المنتخب الوطني مهدي خليل. 7 مرات حارس العهد حافظ على نظافه شباكه بدوري الفا هالموسم، 7 مرات ب9 مراحل. هذا طبعا مؤشر ممتاز جدا حول دفاع فريق العهد بالوقت يلي عم بيحاول حاج مالك يخترق دفاع سلام صغرته. عم يتوقف السنغالي، كرة بتروح وبتنقطع مرة جديدة من يوسف عنبر في خطأ واضح من إدموش حادي. رغبة كتير كبيرة عند السلام بهالمباراة، محاولة الاستغلال عامل الأرض للرد على خسارة الموسم الماضي بهالملعب بالتحديد. سقط السلام أمام الأنصار بنتيجة 0-1 ذهابا وإيابا. الفريق صغرتاوي ما قدر يتغلب على الأخضر. المباراتين أقيموا بالشمال لأن المباراة الثانية لعبت بطرابلس، وقدر الأنصار يفوز إيابا بنتيجة 2-1. كرة إلى خارج أرض الملعب، رمي التماس عند وليد إسماعيل. يعني طبعا هالمرحلة رح تحمل عدد كبير من المباريات المهمة، ممكن تغير بشكل كبير أيضا من المراكز على لائحة الترتيب العام. بكرة الصفا رح يواجه البقاع الساعة 1:30 بحمدون. تضامن صور رح يستضيف الراسينج الساعة 2:15 على ملعب بلدية صور. هذه المباراة بتقدروا تتابعوها عبر شاشة وان مباشرة. وأيضا نجم والعهد 9 المساء على ملعب مدينة كمين شامون الرياضية، المباراة اللي طبعا رح نتابعها عبر شاشة ام تي في. والأحد رح يكون ختام المرحلة بمباراة الإخاء وضيف طرابلس الساعة 1:30 على ملعب أمين عبد النور بحمدون. رمي التماس صغرتاوية بالوقت الحالي، وليد إسماعيل مقطوعة بالرأس من يوسف عنبر. عم يعمل شغلة كتير كبيرة على أبو بكر مسال يوسف عنبر رغم اللامركزية يلي عم يعتمدها ببعض الأحيان اللاعب السنغالي. والأمر الواضح أنه التركيز من لاعبي الفريقين هو باللعب على طرفي الملعب، وشفنا الأهداف الأربعة كانت من خلال لعبة على الطرف، كان من الجهة اليسرى عند الأنصار أو من الجهة اليمنى عند السلام صغرته، والعكس صحيح بالوقت يلي الكرة ارتدت من حسن بيطار إلى ركلة ركنية. دفع التضامن صور السابق يلي انتقل الأنصار بعد مرور سريع مع العهد اللي ايضا شارك مع النجمة ببطولة العربية. ركلة ركنية بهالوقت لمصلحة سلام صغرتا، رح يفوت بدقيقة 31 بيبقى ربع ساعة لنهاية المباراة الركنية. خلف ادموش حادي، ادي
خمس لاعبين من السلام داخل منطقة الجزاء بمحاولة لهز الشباك مرة جديدة. إدموش حادي عم يتقدم عم يلعب الكرة داخل المنطقة على العارضة الأولى عم تبر عن الجميع بتروح لعند مين باتجاه أبو بكر مقطوعة سريعا من قبل دفاع الأنصار بتروح لعند بوني الهجمة المرتدة لحسن حظ السلام كان موجود جون جاك يمين وإلا الزيادة العددية كان عم يعملها للصار والحاج مالك مع الكرة لعند الحاج مالك الحاج مالك بيعكسها على الجهة اليسرى لعند حسن شحيتو موني موني بحاول يمر موني موني بيتابع مروره إنما الكرة عم تتوقف لعند مين عم تروح لعند الصار لكن يوسف بركات كان عم يعمل شغل كتير كبير بالحالة الدفاعية وأيضا وليد إسماعيل يلي هون شوفوا وليد إسماعيل شوفوا وليد إسماعيل دغري بيتوتر سريع التوتر هاللاعب الاحتكاك كان عم يكون مع حسام اللواتي بكل الطرق بصراحة بدك تعتمدها تتوقف لاعب مثل حسام اللواتي فارس عم نشوف هون شوفوا حسام شو ذكي كيف وصل للكرة قبل ما وليد يقدر يعمل لها الكنترول حتى خارج ارض الملعب وهون الاحتكاك اللي حصل على كل حال الامور مرت على خير اقل من ربع ساعة على نهاية الشوط الاول التعادل 2-2 تعادل 2-2 وفي حالة تسلل بهالوقت عم بتكون على فريق السلام صغرتها هيك بشير الحكم تيسير بدر بيرفع رايته ليالهم عن حالة التسلل محمد درويش ما راح يتأخر أبدا بدنا نذكر كمان مرة لكل يلي عم ينحكى على الفيسبوك وغيره على السوشيال ميديا إنه مباراة النجمة والعهد راح تتأجل أو تأجلت لا مش مزبوط أبدا المباراة لهلأ ماشي بوقتها وبمكانها القرار الوحيد بيرجع للاتحاد اللبناني لكرة القدم هو يلي بيحدد إذا المباراة تتأجل أو لا ولحكام المباراة الأجانب يلي راح يكونوا بكرة موجودين وينزلوا يعينوا أرض الملعب غير هيك ما في تأجيل أبدا لمباراة النجمة والعهد المقررة بكرة تتابعوها عبر شاشة الام تي في بأبرز مباريات المرحلة العاشرة بأبرز مباريات دوري ألفا لهالموسم على الإطلاق الكرة حاليا مع فريق السلام أمامية ما في تسلل بقول الحكم حسن مغلية بيطلع من مرمي ليلتقط الكرة فريق النجمة يلي بيتصدر مع العهد الترتيب 25 نقطة الفارق بيناتهم هو فارق الأهداف هدف وحيد نفس فريق الأهداف 15 هدف لكل فريق بس النجمة سجل أكثر من العهد بهدف واحد الأنصار بالمركز الثالث الإخاء رابع الساحل خامس تضامن سادس السلام غزية وطرابلس 8 نقاط الرسيق والصفا 7 نقاط البقاع بالمركز الأخير مع 6 نقاط خطأ هون على الحج مالك خطأ واضح كان لصالح فريق السلام صغرته رامي التميس لفريق الأنصار مع يوسف عنبر الأنصار 13 مرة لقب بطولة لبنان 14 مرة لقب كأس لبنان السلام ما سبق وأحرز ولا مرة لقب بطولة لبنان كان وصيف بالدوري اللي صار قبل الماضي أفضل ترتيب لإله كان بالمركز الثاني وأحرز كأس لبنان مرة وحيدة فريق السلام صغرتها هيدا بالنسبة لترتيب الفريقين ما عم نحكي عن كأس النخبة ما عم نحكي عن كأس السوبر عم نحكي عن الدوري وعن الكأس فريق الأنصار يلي بعيد كتير كتير عن بقية الفرق من ناحية الألقاب بهالوقت فريق شباب الغزية عم بيسجل هدفه الثاني بواسطة خليل بدر يلي قدر يتقدم 2-0 على فريق شباب الساحل وخليل بدر كان مرر الهدف الأول خليل بدر عم بيسجل الهدف الثاني ومباراة عم بتكون ممتازة لفريق شباب الغزية يلي عم بيشهد إذا بدكم فورة نوعية نوعا ما وعم بيقدر يتحسن أكثر وأكثر بالترتيب فوز الغزية رح يخليه يرفع رصيده ل 11 نقطة بالتساوي مع فريق شباب الساحل فريق الشباب الساحل يلي رح يختم مبارياته بمرحلة الذهاب بمباراة بمواجهة فريق الأنصار بينما فريق السلام صغرته رح يواجه فريق طرابلس بالمباراة الأخيرة الجارين إذا بدكم الصغرتاوي والطرابلسي فريق السلام وفريق طرابلس صار بيرجع الكرة هيك كرات ما بتترجع أبدا على الملعب خاصة مع البرك يلي موجودة في مخاطرة كتير كبيرة وقت بده يلعب الكرات الأرضية بركات بمرر لأيدي أيدي بيتقدم أيدي مين بده يهدي أيدي في معه نصار أيدي بيتخطى الأول الثاني معه حسام اللواتي الثالث معه يوسف عنبر بعد الكرة مع أيدي عم بيقدر يحافظ عليها بده يجرب يحصل على شيء أيدي ما رح يحصل على شيء أبدا لأنه زملائه كانوا بعاد عنه والمحاولة
بقت بالفشل. راحت الكرة لفريق السلام مع أحمد يونس. أحمد يونس لمين؟ لمين هالكرة يا أحمد؟ مش لحدا أبدا. تمريرة خاطئة راح تروح لحارس المرمى حسن مغنية. يعني فينا نقول شربي البعد الهدف الأنصار الثاني، الهدف الرابع بالمباراة ابتداء من الدقيقة 20. نوعا ما هدي إيقاع المباراة من ناحية عم بحكي الفرص على المرميين، كان من السلام أو من الأنصار. والأهم فارس طبعا أنه هدي الشتي، وبالتالي الملعب رح يكون وضعه أفضل، وخصوصا إذا ما استمرت الأمور بالشوط الثاني. الفريقين الرغبة واضحة عندهم لتسجيل هدف التقدم قبل نهاية الدقائق 45 الأولى. هيدي ركلة ركنية عم يحصل عليها الأنصار بعد المحاولة اللي كانت من حسن شعيط وموني. المعشر دقائق إذن على انتصاف اللقاء. موني بحرك الكرة سريعا بتروح بالخلف لعند صانع الهدفين الأنصاريين حسام اللواتي. النجم التونسي عم يحاول يتقدم، عم يتابع مروره، عم يتقدم حسام اللواتي وفي خطأ لمصلحته. حسام اللواتي برأي الشخصي هو نجم المباراة، مش بس بسبب التمريرتين الحاسمتين يلي عملون، إنما بتواجده بكل مطرح على أرض الملعب. إذا بنرجع شوي لورا بنشوف الكرة يلي كانت توقفت محاولة إدمون شحادي، كان حسام اللواتي أيضا موجود على الجهة اليسرى. هون الخطأ يلي حصل، حسام اللواتي طالب بالخطأ وحصل طبعا على الفاول. ركلة حرة إذا رح تكون خطيرة جدا على مرمى السلام. صغرتها حسام هو تحديدا خلف الكرة، فراح يتوج أدائه المميز اليوم بهدف ثالث للفريق الأخضر. مين بيعرف حسام اللواتي خطير جدا أيضا بالكرات الثابتة. بغياب عباس عطوي أونيكا عم يلعب هو دور صانع الألعاب، موجود طبعا أونيكا على مقاعد البدلاء بعد عودته من الإصابة. حسام اللواتي على التنفيذ، ست لاعبين أنصاريين داخل منطقة الجزاء. حسام عم يتقدم، عم يلعب الكرة قصيرة لعند بوني، خطيرة جدا بوني. جول 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 الأنصار مرة جديدة عم يضرب بالثلاثة. مين غيره؟ حسن الشعيط وموني عند ما تعطيه الكرة داخل منطقة الجزاء بتاخذ هدف. خذ كرة وسجل موني، عمل هالأمر مرة جديدة بقدمه اليسارية يلي ما بترحم، قدمه اليسارية النارية بمباراة اليوم. مرة جديدة عم بسدد، مرة جديدة عم بسجل. هيدا هدف ثاني لموني والثالث بدوري ألفا هالموسم. راح تشوفوا بالإعادة وين الدفاع وين التغطية. تسديدة حسن شعيط وموني عرفت الطريق لوين، عرفت الطريق إلى المكان المناسب، إلى المكان الأحب إلى قلوب الأنصاريين، إلى شباك مصطفى مطر. مرة جديدة حسام اللواتي، يا سلام عليك، ثلاث تمريرات حاسمة لحسام اللواتي بمباراة اليوم. شو عم يعمل حسام اللواتي؟ كيف عم يقدر يقود السفينة الأنصارية إلى بر الأمام رغم الأمطار، رغم المياه، رغم العواصف؟ عاصفة الأنصار الهجومية عم تضرب بقوة بلقاء اليوم بفضل هدفين لموني، وطبعا بظل الروح القيادية يلي عم تكون جنسيتها تونسية. حسام اللواتي فارس مرة جديدة عم يقدر يصنع هدف بذكاء كتير كبير، برؤية ثاقبة، قري اللعبة بالشكل الصحيح ولو انه دفاع السلام صغرتها وين كان بالكرة الأخيرة. هذا اللي عم نقوله عن حسام شربي، من اللاعبين يلي تأقلموا بسرعة بالدوري اللبناني، عم بيقدم مستوى رائع جدا. صحيح حسام اللواتي منه هداف كتير كبير، معه 4 أهداف لهلأ حسام اللواتي، بس من ناحية التمريرات عم بيكون أكثر من ممتاز. حسام اللواتي نجم المباراة، نجم فريق الأنصار. موني سجل هدفين، كمان هدفين ممتازين عم بيكونوا على يساره لمصطفى مطر، يعني نفس الطريقة إذا بدكم الهدفين من زيت الزاوية. فريق السلام يلي كان متقدم عم بيلاقي حاله متأخر بالنتيجة قبل نهاية الشوط الأول. بهالوقت فريق شباب الساحل عم بيقلص الفارق لواحد اثنين قدام فريق شباب الغزية بعد هدف فريق شباب الساحل كان عم بيسجله عن طريق عبد العزيز نداي. فإذا النتيجة 2-1 بعد ما انتهت بين الغزية والساحل، و3-2 الأنصار على فريق السلام صغرتها بالمباراة يلي عم نتابعها نحن وياكم عبر شاشة الام تي في مباشرة من المردشية يلي عم تستقبل هالمباراة. ضغط كتير كبير عم بيكون على كوتش فريق السلام وكوتش فريق الأنصار. عم نحكي الأنصار ليش الضغط؟ لأنه بده يربح، ما عنده إلا الربح،
وينطر افضل شيء اذا النجمه والعهد بيتعادلوا ليقلص الفارق معهم للست نقاط. هيدي اللي بيتمنيها اكيد اي انصاري، اي واحد من جمهور فريق الانصار. بينما فريق السلام بعد مرور 9 مباريات رصيده 8 نقاط، واذا خسر هالمباراه 10 مباريات 8 نقاط. هيدا امر ما تعودنا ابدا نشوفه من فريق السلام يلي كان يبقى دايما اذا بدكم البعبع المرعب للفرق كلها، خاصه يلي بدها تطلع على المردشيه. هيدا امر هالموسم ما عم نشوفه، بالرغم من الشغل الكبير يلي قامت فيه اداره نادي السلام وعلى راس المونسينيور أستاذ فرانجيه، بس الاداء على ارض الملعب ما عم بيكون قد طموحات الصغرتويه والهيئه الاداريه لنادي السلام. خلينا ننطر بعد في وقت كثير لنهايه المباراه، الامور يمكن تتغير، يمكن تروح للاحسن، يمكن تروح للأسوأ، بس بعالم كره القدم كل الامور وردي وكل الامور موجوده مع حسام اللواتي اللي هون عم بيعترض. حسام بده ينتبه كمان من ناحيه فريق الانصار، معه بطاقتين صفر، الحج مالك معه بطاقتين، اي بطاقه يعني بغيبه عن مباراه شباب الساحل المقبله. فريق الانصار كلنا بنعرف سوء الحظ يلي لازمه من بدايه الدوري، قدم مباريات حلوه كثير، مباريات كبيره، بس في بعض المباريات ما قدر يوصل للنتيجة اللي كان بيتمنيها. معتز ما بده ياخذ مخاطرة ابدا ويرجع لحارس المرمى. شو عم بيعمل معتز؟ في تسلل هون على موني، موني كان متسلل، استفاد من الكرة، اخذ كرة، طلع من خلف الدفاع ورجع مرر، بس هالشيء ما مرق ابدا على ربيع ميرات. ربيع ميرات يلي كمشوا لموني بوضع تسلل. هيدا حسام اللواتي، كرة عالية، فريق السلام يلي عم بيعتمد على الكرات العالية. بوبكار مسالي، لمين هاي؟ مش لحدا ابدا. وحسن مغلية اللي عم ياخذ كل وقته ليلتقط كرة. هون التسلل يلي كان على موني، حسن مغنية بيلعب الكرة أمامية ما زالت داخل الملعب مع موني صاحب هدفين لهلا من الأهداف الثلاثة. أبو بكر كمارة بمرر كرة عم يبعدها مثل ما لازم كان أحمد المصري. أحمد المصري من بداية الدوري 5 انذارات. كرة هون وفرصة ومطالبة بركلة جزاء، بنالتي، مطالبة ببنالتي، الحكم بيقول ما في شيء أبدا، كرة إذا لمست ما كانت مقصودة أبدا، مطالبة بركلة جزاء كانت بعد الكرة يلي اصطدمت هون بإيده مثل ما عم بيقولوا الأنصارية لوليد إسماعيل. محمد درويش ما احتسب شيء وقال تابع اللعب، عم بيعرف دفاع فريق الأنصار كيف يتعامل مع الكرات وكيف يمرر الكرات. مصطفى مطر 3 أهداف دخلوا مرمي بشوط واحد لهلا. أبو بكر كمارة، حج مالك، كرة حاليا مع فريق السلام، محاولات أخيرة من فريق السلام لتعديل النتيجة، ومحاولات كمان شربل من فريق الأنصار إذا بدك ليرتاحوا بالنتيجة، لأنه فارق هدف الأمور بتضل خطرة، فارق هدفين نوعا ما بترتاح أكثر. هذا اللي عم بيسعى له الأنصار قبل نهاية الشوط الأول. والفانصار من فرصة جديدة لإضافة الهدف الرابع مع نصار نصار داخل منطقة جزاء. نصار بيعود للخلف، تفاهم كبير مع يوسف عنبر، وهالكرة العرضية اللي عم تنقطع داخل منطقة جزاء، فرصة أيضا للسلام، محاولة الارتداد، لكن موجود قائد الأنصار معتز بالله جنادي، الكرة سبقته إلى رمي التماس. الدقيقة الأخيرة إذا من الشوط الأول، الأنصار متقدم على السلام صغرتها 3-2. السلام تقدم مرتين لكن الانصار عادل وعاد بالنتيجه ليقلب الامور ويقلب الطاوله. متقدم 3-2 بوقت الحاج مالك، فرصه لاضافه هدف رابع الحاج مالك، جول! عاد مالك منطقه الجزاء، عاد السوبرمان الحاج مالك، ما بيضيع هيك كرات، بينفرد، بيسجل، بهز الشباك مرة جديدة، 10 على 10 ب10 أهداف. وشوفوا الخطأ الدفاعي المميت، الحاج مالك استغله بأفضل طريقة ممكنة، انفرد
بمرمى مصطفى مطر وسجل. ان الانصار عنده الرغبه ليدي في الرابع، الانصار عم يضرب بالاربعه، العاصفه يلي ضربت ملعب المرداشيه عم تكون اقوى حاليا بعد الخطا القاتل من حمزه الخير. معودنا حمزه الخير على هيك اخطاء، وحمزه الخير وخطاه كان فعل خير على الحج مالك اللي قدر يسجل رابع اهداف الانصار، 6 اهداف بشوط واحد. شو هالمباراه المجنونه والرائعه جدا يلي عم تتابعها اليوم عبر شاشه ام تي في. اعطوه نصف فرصه للحج مالك بيسجل، فكيف اذا من انفراد تام الحج مالك؟ اذا والانصار بهجوم برمائي خليني اقول اليوم بملعب المرداشيه على السلام، قدروا يسجلوا 4 اهداف رغم انه البدايه كانت صعبه على الانصاريين. عندما افتتح اليكس بطرس التسجيل بالدقيقه الثانيه، ودقيقتين من الوقت المحتسب بدل عن ضائع امام الفريقين. حسام اللواتي ايضا عم يحصل على الكره، يا لواتي يا لواتي يا لواتي، عم يضرب الحسام، عم يضرب بقوة بمباراة اليوم، تمريرتين حاسمتين للحسام وهدف ولا أروع، هدف عالمي يا عالمي، هدف أوروبي يا تونسي. شوفوا بالإعادة مرة جديدة شو ذكي، كيف حط كتفه، كسب الاحتكاك البدني، كسب المواجهة البدنية وكيف نفسه بهدف من كرة لولبية. شوفوا بالإعادة مرة جديدة هون حط كتفه حسام اللواتي مع حمزة الخير. مش أفضل مبارياتك يا حمزة، مش أفضل مبارياتك أبدا. شوفوا حسام اللواتي مرة جديدة، رائع جدا التونسي، ذكي جدا، كسب مثل ما قلت المواجهة البدنية، ما في أي خطأ، ووضع كرة رائعة جدا إلى يسار مصطفى مطر. عم بتشتي أهداف بالمرداشية يا مصطفى. بالإعادة مرة جديدة الكرة الطويلة فارس، وهدف حسام اللواتي فعلا واحد من أجمل وأثقل الأهداف يلي شفناها بدوري ألفا هالموسم. لاعب قد ما نحكي عنه قليل، يعني هذا مكسب كثير كبير عم بيكون لفريق الانصار، مكسب لكره القدم اللبنانيه. وقت نشوف لاعبين بهالمستوى العالي كثير مثل حسام اللواتي، كره حاليا بمنتصف ملعب والحكم محمد درويش بيعلو نهايه لدقيقتين يلي احتسبهم. الانصار كان متاخر 1-2، انجرح الاسد التلكون وقتها، 4 اهداف متتاليه لفريق الانصار ليرجع يتقدم 5-2، تقدم مريح، تقدم كثير كبير عم بيكون لفريق الانصار على فريق السلام بالمرداشيه على ملعبه بين جمهوره. 5-2، شو حلو وقت تدخل لغرف الملابس والنتيجه بتكون فارق 3 اهداف لصالحك، وقديش صعبه وقت بدك تدخل لغرف الملابس وانت متاخر بهالنتيجه. على كل خليكم معنا لانه رح نتوقف نحن وياكم لدقائق قليله ونرجع من بعدها لبدايه الشوط الثاني. عودة نحن وياكم لملعب المرداشية بصغرطة، يعني الحديث يلي كان بين الشوطين شو رح يعمل فريق السلام ما حدا بيعرف، لأنه كل الاحتمالات تبقى واردة، كل الأمور تبقى موجودة، بس بعالم كرة القدم صعبة، صعبة كتير. خلينا نرجع نشوف أهداف المباراة. الهدف الأول ادي بيرفع الكرة، وأليكس بطرس، أليكس شفناه بطبتين بهدفين، الهدف الأول على يسار مغني. هدف تعادل لفريق الأنصار ما راح يطول. شوفوا حسام اللواتي شو عمل، مرر لموني، موني سجل هدف تعادل، عمل الشغل كله اللاعب التونسي، ممتاز ممتاز ممتاز، مرر وهدف تعادل كان لفريق الأنصار. من بعدها فريق السليم كرة أمامية، وأليكس بطرس كمان عم بيسجل هدف تقدم، هدفه الشخص الثاني، 2-1 فريق السلام. والكل اعتقد هون انه السلام رايح بالشوط الاول لمحل كثير بعيد. حسام اللواتي نفس الطريقه حسام اللواتي بمرر، ونصار نصار هدف تعادل، شربل 5-2، 7 اهداف، قاسي كثير كثير، النتيجه منا سهله،
سبق اهداف، يعني اوقات سبق اهداف يكونوا بمرحله كامله. يعني اذا بدنا نعطي عنوان للشوط الاول هو اعصار الانصار فارس بالمردشية. عم يقدر الانصار يضرب بالخمسه، حسام اللواتي نجم المباراه من دون منازع، تمريرتين حاسمتين، عم بيكون افضل ممرر للكرات الحاسمه بدوري الفا، صار عنده خمس تمريرات حاسمه مقابل اربعه لنادر مطر. ايضا هالكره والخطا الدفاعي القاتل وصلت للحج مالك سجل، وبعدها كان حسام اللواتي عم يضيف الهدف الخامس. اذا انطلاق الشوط الثاني من اللقاء بالوقت الحالي، النتيجه دائما عم تشوفوا امامكم على الشاشه 5-2 تقدم الانصار على سليم زغرتا. موني جولين طبعا بالشوط الاول ايضا فرض حضوره بشكل كثير كبير مثله مثل اليكس بطرس من جهه السلام، لكن الامور ما عم تصير بالشكل المطلوب بالنسبه لاصحاب الارض يلي كانوا بيأملوا بالتاكيد انه ينهوا الشوط الاول بنتيجه افضل اقله مثل ما بداوا المباراه، وهي عندما تقدموا مرتين على الانصار، لكن الانصار لقى حاله بشكل كثير كبير. يعني مثل ما قلت فارس سبع اهداف ممكن نشوفهم بمرحله كامله، المرحله الماضيه التاسعه سجلت ادنى نسبه من الاهداف، 8 اهداف فقط سجلت بالمرحله التاسعه، اليوم 7 اهداف بمباراه وحده. بالوقت يلي حاليا في كره اماميه تبقى طبعا المرحله الثامنه هي يلي كان فيها العدد الاكبر من الاهداف، 21 هدف شفناهم بهالمرحله، وايضا الاهداف كمان موجوده عم تكون بمباراه الغازيه وشباب الساحل. كيكي كريستيان كيكي عم يسجل هدفه، هدف جديد بالدقيقه 82، وبالتالي الغازيه عم يتقدم بنتيجه 3-1 حاليا على شباب الساحل. كرة ايضا مقطوعه من دفاع السلام زغرتا، يعني رغم الثغرات الدفاعيه الواضحه بدفاع السلام طارق الثابت ابقى على تشكيلته، ما عمل اي تبديل. هذا حمزه الخيري اللي اعتدنا يكون من نجوم فريق السلام زغرتا، اليوم ما عم بيكون موفق بالشوط الاول، لكن اكيد وقت كافي امام السلام زغرتا للعوده بهالمباراه مع نجمه ادمون شحادي اللي بيلعب الكره الاماميه لعند ابو بكر مصالي. ابو بكر داخل منطقه الجزاء بحاول يلعب الكره العرضيه لكن مقطوعه من ابو بكر الاخر، ابو بكر كامارا المدافع الغيني. المواجهه الافريقيه الغينيه السنغاليه عم تنتهي لمصلحه مدافع الانصار. ركله ركنيه عم ينفذها بشكل سريع على سليم زغرتا، هون الحكم عم يرفع راي التسلل، حاله غريبه طبعا. هذا معتز بلاج نادي، لا شك انه الانصار عارف ينظم صفوفه بعد ما اهتزت شباكه مرتين بالشوط الاول، قدر يرجع دفاع الانصار يكون متماسك وتكفل الهجوم الانصاري بالباقي. بالوقت يلي امادون ياس بيلعب هالكره لعند ادمون شحادي، ادمون بيحاول يدخل منطقه الجزاء، ادي بيلعب الكره العرضيه، الكره العرضيه والراسيه مره جديده، لكن حسب مغنيه كان على يساره، يحسب فعلا فارس لالكس بطرس التمركز يلي عم يكون موجود فيه داخل منطقه الجزاء باكثر من مره، عم يقرا تمريره ادمون شحادي، بمره اولى قدر يسجل بعد كره من ادمون شحادي، بمره ثانيه بعد كره من امادون ياس، وهون عم يعرف وين يوقف هاللاعب، يمكن لاعب ما بيتمتع بمهارات كبيره مثل حسن شعيتو موني اذا بدنا نقارن بين المهاجمين، لكن بيعرف كثير منيح، ذكي جدا وين يتمركز، وين يوقف، كيف يتلقى التمريرة وكيف يصنع الخطورة، وهو كان قريب من تسجيل هدف ثالث للسلام زغرتا بالمباراة. كان مهم كثير لو دخل الهدف كان فريق السلام بيرجع أكثر لجو المباراة. الأمور بعدها مثل ما انتهى الشوط الأول، فارق 3 أهداف، فارق مريح لفريق الأنصار، فارق كثير كبير عم بيكون. المصري بشتت هالكرة أمامية لأليكس بطرس، معه أمادو، كرة بترجع لعند دفاع فريق الانصار بيبعدها شبريكو بالوقت المناسب، حسام اللواتي بيخسر الكره، ابو بكر مسالي بيتقدم يلي بعد ما قنع ابدا من بدايه الدوري، كره مع ادموش حادي، ادموش حادي بيدخل وتسديده بالقائم ومرمى فريق الانصار، عم بيخلص من هدف
فريق السليم بالشوط الثاني عم بيكون افضل بكثير من فريق الانصار. هيدا ادمو شحاده ايدي يلي راوغ تقدم سدد قائم خارج الملعب، كمان مره فرصه فريق السليم، ومرمى الانصار عم بيخلص من هدف محقق مع بدايه الشوط الثاني من هالمباراه. السليم نازل بقوه، الانصار ما لازم يفكروا ابدا انه خلصت المباراه، لا المباراه ما خلصت، المباراه بعد فيها كثير، بعد فيها 40 دقيقه المباراه وكل الاحتمالات تبقى موجوده. كمان مره لكل يلي انضموا لنا هلا بدي اذكر انه كل يلي عم ينحكى عن مباراه النجمه والعهد عن تاجيل المباراه امر منه صحيح ابدا، القرار الوحيد بيرجع للاتحاد اللبناني لكره القدم بتاجيل المباراه ايه او لا. ولا حكام اللي كان فرصه لفريق الانصار مع اللواتي يلي بيسدد، ومصطفى مطر اصيب، اصيب مصطفى مطر، كره اجت بوجهه قوي كثير كانت. مصطفى مطر على ارض الملعب رح يتلقى العلاج، وحكم المباراه محمد درويش اللي مضطر هون انه يوقف المباراه، ما رح يقدر يتابع المباراه طالما حارس المرمى هو المصاب. بحاله اخرى كان اي لاعب بنوضع خارج الملعب تستكمل المباراة بيتلقى العلاج ويرجع بيدخل، بس بهالحالة أكيد وقت إصابة حارس المرمى هالشيء ما بيساعد أبدا. حسام اللواتي بنرجع بنشوف الكرة، ومصطفى مطر اللي كان بالمرصاد ومنع فريق الأنصار من تسجيل الهدف السادس. حسام كان عم ياخد الأمور على عاتقه، فضل إنه يسدد بدلا إنه يمرر. وين دفاع السليم؟ وين يلي عم ينترك حسام اللواتي من الشوط الأول؟ إذا بتكون حسام اللواتي على الجهة اليسرى بالشوط الأول قدر يمرر أكثر من هدف. مصطفى مطر أصيب، مصطفى مطر ما بعرف قديش رح يقدر يتابع المباراة إيه أو لا، هيدا بانتظار أكيد القرار من الجهاز الفني ومن الجهاز الطبي. أطوان دويهي ومحمود الصداوي على مقاعد الاحتياط، اثنين حراس مرمى. أنطوان الدويهي مواليد عام 99، أصغر اللاعبين سناً بصفوف فريق السليم صغرته، معقول نشوف مشاركة له؟ معقول نشوف الصداوي عم ينزل؟ مباراة رح تتوقف. الصليب الأحمر يلي عم بيعالج هون مصطفى مطر، مصطفى مطر هون أصيب بهالكرة وقت كان عم يبعدها، بانتظار برجع بقول لنشوف اذا رح يشارك او لا. الغزية عم يتقدم على الساحل 3-1 بالمباراة هي اللي عم بتصير بيناتهم، ودخلوا الفريقين بالوقت المحتسب بدل عن ضائع بعد في حوالي دقيقتين. بكرة الصفا بيواجه البقاع، التضامن صور بيواجه الرسينج، الاحد الاخاء وطرابلس، وابرز مباريات المرحلة النجمة والعهد مساء بكرة الساعة 9. منذكر أبرز الغيبين عن صفوف فريق الأنصار علاء البابا، وعن صفوف فريق السليم ماركو ميالوفيتش، عامر محفوظ، وعدنان ملحم لاعب الراسينج السابق اللي انتقل هالموسم لفريق السليم صغرته. مصطفى مطر، سلامات لمصطفى بعد هالإصابة اللي تعرض له. يعني المدير الفني لفريق السليم صغرته طارق ثابت يلي بيعرف إنه بعد 10 مباريات فريق السليم مع 8 نقاط مش مقبول ابدا. 8 نقاط فريق السليم، هالفريق الكبير، الفريق العريق يلي كان عم بيشارك بكاس الاتحاد الاسيوي، فريق احتل المركز الثاني بالموسم ما قبل الماضي، حاليا عم بيكون رصيده 8 نقاط. السؤال على مين الحق؟ الموسم الماضي فريق السليم انهى البطوله بالمركز السادس، والامور منا ابدا ماشي بالاتجاه الصحيح. يعني طبعا المشكله الدفاعيه اللي واجهها السليم بالموسم الماضي عم تمتد للموسم الحالي فارس. صحيح السليم صغرته احتل المركز السادس، لكنه تلقى اهداف بالموسم الماضي اكثر مما سجل، 31 هدف هزت شباك السليم وقبل 30 هدف سجلون. ومع وصولنا الى المرحله العاشره من دوري الفا، سليم صغرته مرميه تز 12 مره وما قدر يحافظ على نظافه شباكه اصلا بالموسم الماضي الا 3 مرات
فقط، هذا دليل على المشكله الدفاعيه اللي عم يعانيها السلام من الموسم الماضي، رغم وجود لاعبه ماركو ميهايلوفيتش بصفوفه، لكن غياب ماركو اليوم واضح جدا ومؤثر جدا بشكل سلبي على السلام صغرته اللي اصبح عنده 6 اهداف. طبعا مصطفى مطر كل السلامات له، رح يقدر يتابع المباراه بعد الانجاز يلي عمله بمواجهه حسام اللواتي، والكره يلي فعلا كانت قويه جدا وارتدت من صدره لمصطفى مطر واثرت على تنفسه، يعني هيك نوع من الحالات بصراحه بيخوف على ارض الملعب. على كل حال رح يقدر مصطفى يتابع اللقاء، كل السلامات له، ركله ركنيه انصاريه بتلعب الى داخل منطقه الجزاء، ما في اي لاعب انصاري لمتابعتها، بعيده جدا لكن البيطار عم يلحق فيها، عم تخرج من ارض الملعب. طبعا غياب عبد الله ابو زمع اللي اذا عم يتابع المباراه بعمان بنوجه له كل التحيه لهالمدرب الخلوق اللي عمل فريق انصاري هجومي ممتع جدا. فريق الانصار عم بيكون بدوري الفا هالموسم، الانصار في حال فاز اليوم رح يرفع رصيده الى 20 نقطه بفارق 5 نقاط عن ثنائي الصداره النجمي والعهد. ابو بكر كمارا، يعني طبعا كل الكلام مع اضطرابنا من انتصاف، مع انتصاف طبعا الدوري، عن تغيير المدربين وعن تغيير اللاعبين الاجانب، يعني بعض اللاعبين يلي ما قدروا يستفيد منهم الفرق بالشكل المطلوب. مجددا مصطفى مطر على ارض الملعب، يبدو ما حيقدر يتابع المباراه مثل بالمرحله الماضيه امام الغزيه، اصيب ودخل محمود الصيداوي مره جديده، عم يشعر بالاصابه مصطفى مطر. كنت عم بتحدث عن اللاعبين يلي ممكن تكون تغيير، هيدي بالاعاده اللحظه يلي اصيب فيها مصطفى مطر، فعلا تسديده قويه. ارتدت منه لحارس مرمى السلام صغيرات اللي رح ينقل على الحماله، هشوف اذا التبديل رح يحصل من جهه السلام. الصيداوي فعلا عم بيقوم بعمليه التحميه. او حتى الحارس الاحتياطي الاخر انطوان دويهي. انطوان دويهي فعلا عم نشوفه امامنا على الشاشه، رقم 99 ومواليد عام 1999، حارس صغير السن. المرحلة الماضية أخذ فرصته محمود الصيداوي، اليوم رح ياخذ فرصته إذا أنطوان دويهي. حارس مرمى منتخب الشباب. حارس صغرتاوي يعني فعلا طلع عم تشوفوا أمامكم على الشاشة، صاحب بنية جسدية مثالية لحارس المرمى، كنا تابعناه بعدة مباريات على صعيد منتخب لبنان للشباب وقدم أداء جيد جدا. عم يدخل إذا إلى أرض الملعب مصطفى مطر، عم ينقل على الحمالة، أكيد كل السلامات لمصطفى على أمل ما تكون الإصابة أكبر من هيك وتكون مؤثرة فعلا عليه، بوقت يلي طبعا دائما عم ندعي إنه كل اللاعبين تبعد عنه شر الإصابة، وتحديدا لاعبي منتخب لبنان اللي بينتظروا بعد اسابيع قليله استحقاق المشاركه بكاس اسيا، المشاركه التاريخيه لنا بعد تاهلنا الى النهائيات من بوابه التصفيات، السعوديه قطر وكوريا الشماليه بالانتظار. كره حاليا مع سلام صغرتا، تحديدا مع ايدي وليد اسماعيل. وليد تمريره لكن صعبه يا وليد، تضييق المساحات عم يتميز في فريق الانصار اليوم، عم بيلعب بطريقه كثير ذكيه مع التركيز على طرفي الملعب. هيدا ايضا كرة عم تنقطع هون. نصار عم يقطع بشكل ممتاز، وانطلاقة نصار على الجهة اليمنى والكرة العرضية باتجاه الحج مالك، لكن حمزة الخير هو يلي قطع الكرة إلى ركلة ركنية. هيدا أحمد يونس اللي عم يكون اليوم موجود بقلب الدفاع إلى جانب حمزة الخير، والتقل كثير كبير على هاللاعبين بوجود الحج مالك وحسام اللواتي. يعني فعلا الانصار بيملك لاعبين اجنبيين على مستوى عالي جدا. حسام اللواتي مباراه بعد اخرى عم يقدم اداء رائع،
وبمستوى تصاعد اللواتي بيلعب الكرة داخل المنطقة رأسية الحج مالك إلى جانب مرمي لأنطوان دويهي. ومن جديد المباراة عم تتوقف وإصابة هالمرة لأبو بكر مسالي. يعني أبو بكر مسالي اللي كان وقع عقد على 3 سنوات مع السلام صغرتها، ما ذكرت اللاعب يلعب مع سانت اتيان ببداياته الاحترافيه، لعب من بعدها موسم 2012-2013 مع دينامو بوخارست برومانيا، موسم 2015-2016 مع استرا جورجيو برومانيا، ايضا كان له مرور بتركيا بالموسم الماضي قبل ما يوصل للسلام صغرتا. كمان هون نصر نصار على الارض بهالوقت تعرض لاصابه، يعني التبديل كمان صار جاهز بفريق الانصار بانتظار اشاره من المدير الفني بهالمباراه امجد طاهر حماد ليدخل اي لاعب. يعني الاونيكا عم بحمي كتار من اللاعبين موجودين عم بحموا بانتظار نشوف شو رح يصير ومين رح يدخل لارض الملعب. نصار نصار بيرجع بيقوم ليخرج من الملعب، بتصور ما رح يتاخر التبديل ليصير من ناحيه فريق الانصار. بوبكر مسالي يعني قبل بدايه الدوري برهن عن مهارات فرديه عاليه كثير، بس الامور تغيرت بالدوري وما عم يوصل للمستوى المنتظر منه. هون عم نشوف نحن وياكم عباس عطي اونيكا يلي عم يستعد ليدخل لارض الملعب بدلا من نصار نصار. بيدخل لاعب فريق الانصار، لاعب منتخب لبنان السابق، لاعب العهد السابق، بدلا من نصار نصار اونيكا بيدخل لمنتصف ملعب. في اصابه بمنتصف ملعب ابو بكر كمارا، كمان بده ينتبه لانه بياخذ انذار. ابو بكر كمارا عم بيحصل على انذار، هو انذاره الثاني بدوري الفا، عم بيحصل على انذار بالرغم من قله مشاركته. وفي تبديل عم بيتحضر بصفوف فريق السلام مع ياسر عاشور. ياسر عاشور رح يكون التبديل الثاني للمدير الفني طارق ثابت ليدخل لارض الملعب. فاذا التبديل الثاني من ناحيه فريق السلام بعد دخول الحارس انطوان دويهي وخروج يوسف فركيت. يوسف فركيت اللي عم بودع ارض الملعب. يوسف فركيت اسم عزيز كثير على قلوب الصغيرتويه، كلنا بنعرف لاعب فريق السلام، لاعب منتخب لبنان يلي تحول هلا للحياة الروحية والكهنوتية. كل التوفيق نتمنيه ليوسف، لاعب ترك بصمته الكبيرة بالملاعب اللبنانية مع فريق السلام والحكمة أيضا، بس هو برز كتير مع فريق، أنت بتحن للحكمة، برز بشكل كبير مع فريق السلام مع تسديدة فوق مرمى الحارس حسن مغنية. شربي اللي يعني قبل بداية المباراة وصلنا كلنا بنطلع، الكل قالوا ما في مباراة، ما في مباراة، الطقس الشتي البركة اللي موجودة. بس كمان بدنا ننوه بتوني ساسين فعلا بالشغل اللي قام فيه توني ساسين وشفط المي من أرض الملعب. لوصل الحكم محمد درويش شاف الأمور ممتازة قدامه، هون الكرة بين إيدين حسن مغنية، يعني الأمور هديت هديت كتير. حسن مغنية شو بيك؟ شو بيك يا حسن؟ سلامات، شو صار لك؟ زحط حسن؟ الزحطة هون إن شاء الله ما تكون أثرت أو صار معه شيء، لأنه أوقات لاعب كرة قدم بينصاب من أمور صغيرة كتير ما بننتبه له ما بنشتري له. لهون عم يضحك محمد درويش، عارف إنه يمكن في إضاعة وقت، ما في شيء أبدا بهالكرة. حسن مغنية رح يرجع يمشي حاله، خلص مش الحال، رح يتابع المباراة. الهدف اكيد اوقات كثير من هيك امور انه يهدوا ايقاع اللعب، بيكون الفريق الثاني مثلا بفوره بده يجرب يعمل شيء، هيك امور بتهدي المباراه. محمد درويش حكم اللقاء يلي عم بقود المباراه لهلا ب7 اهداف. الامور غامضه، الامور بعد ما رح تكون واضحه ابدا لكل الفرق يلي مشاركين بدوري الفا، بانتظار بعد مباراة واحدة على نهاية مرحلة الذهاب، وأمور كتير رح تتغير من حيث أكيد الأجهزة الفنية، من حيث اللاعبين الأجانب، مين لاعبين أجانب رح يغادروا الدوري، مين رح يبقى، مين رح يجي. بس الواضح أنه اليوم نجمع عهد أنصار 3 فرق عم بيغردوا خارج السرب، عم بيكونوا بعاد عن المنافسة عن بقية الفرق.
هيدي امور تعودنا عليها بدوري الفا، وتبديل جديد يمكن يلجا له المدير الفني امجد طاهر حماد من ناحيه فريق الانصار بعد لحظات قليله بغياب عبد الله ابو زمع يلي موجود بنرجع بنقول بالاردن. هيدي الكره يلي اصيب فيها حسن مغنية بعد تمريرة الخاطئة يلي لعبها، الحكم بيعمل اسقاط للكرة بيعطيها لحسن مغنية بيمشي حاله. كرة عالية من المغنية باتجاه منتصف الملعب، يعني 7 اهداف بالشوط الاول بعد ولا هدف بالشوط الثاني. الاهداف كلها نزلت كبست باول شوط. وليد اسماعيل، الكرة بترجع لعند المصري. الأمور بدو ينتبهوا كتير منيح فريق السلام، هيك نوع من الكرات ما بتتمرر ما بتنلعب أبدا أبدا. يعني شو مهم وجود ماركو ميهالوفيتش، شو مهم وجوده لهاللاعب بدفاع فريق السلام. كرة بشتتها بالوقت المناسب، الشبريكو حج مالك بيتقدم، بيتعرض لخطأ الحج مالك، فاول واضح كان من حمزة خير. بتروح الكرة لفريق الأنصار يلي بعد ما اكتفى بالأهداف الخمسة عم بجرب بعد يسجل أكثر وأكثر، يعني 5 أهداف دخلوا مرمى فريق السلام بمباراة وحدة، بينما بالمباريات التسعة السابقة 7 أهداف بس دخلوا مرمى السلام. 7 أهداف ب9 مباريات، 5 أهداف بمباراة وحدة. هيدي الأمور بتصير دايما بكرة القدم. ادي بيتعرض لخطا واضح، جرب يترك الكره ادفانتج محمد درويش، لانه ادي صاحب المهارات الفرديه العاليه، هاللاعب عنده مهارات فرديه قليل لنشوفها بلاعب لبناني، موجوده هالمهارات عند هاللاعب بس تطبيقها على ارض الملعب هالموسم ما عم بيكون بنتيجه كبيره. لخارج الملعب رمي التماس لفريق الأنصار يلي ما رح يلاقي صعوبة أبداً إذا بقيت الأمور على حالة ليتجه لفوز كبير بالمردشية ويرجع لبيروت ب3 نقاط غاليين كتير، ليرفع رصيده ل20 نقطة ويسجل انتصاره السادس مقابل تعادلين وخسارتين بدوري ألفا. أمدو بيرجع الكرة لعند أحمد المصري بيرفع الكرة لوين يا أحمد؟ لوين؟ لمين؟ لخارج الملعب. بعيدة هالكرة من دون ما تشكل أي خطورة على مرمى حسن مغنية اللي رجع ليأخذ مكانه الأساسي كحارس رقم 1 بصفوف فريق الأنصار. المغنية بيلعب الكرة قوية عالية بعيدة، ببعدها دفاع فريق السلام، توصل عند المصري يلي بيخسرها من قدام عدنان حيدر. موني منه للأونيكا، الأونيكا بخط الوسط العائد من الإصابة، ترجع عند موني صاحب 2 اهداف بالشوط الأول مع خطأ وبطاقة صفرة لبوبكار مسالي. أنا بتصور شخصياً شربيل بتصور هاي آخر مباراة لبوبكار، لأنه أخذ انذار، هو الانذار الثالث لقاله رح يغيب عن المباراة المقبلة، وما بعرف قديش رح يكون موجود مع السلام بمرحلة الإياب. يعني فعلا وخصوصا مع الكلام الكثير عن تغييرات فنيه بالسلام صغرتها، ان كان على صعيد الجهاز التدريبي وحتى على صعيد اللاعبين الاجانب. على كل حال الايام المقبله رح تكشف الصوره الاوضح بالنسبه للسلام، لكن من دون شك هو بحاجه كثير كبيره لتغييرات ممكن حتى تكون جذريه على التشكيله الاساسيه. مع الاداء اليوم يلي ما عم بيكون على قدر التوقعات بالوقت يلي الكره عرضيه داخل منطقه الجزاء، الحاج مالك بحاول يستلم، كرة بترجع للخلف لعند أنطوان دويهي الحارس البديل بيلعبها سريعا للأمام. كرة لوين مش لأي حدا، معتز هو اللي عم يلحق فيها، وضع إلى خارج أرض الملعب. رمي التماس عم بتكون لمصلحة السلام. إذا أمادونياس، يعني أمادو خطير جدا، بس بدك تسلمه الكرة لأمادونياس، بدك تخلق له المساحات ليقدر ينطلق منها. شفناه بوحدة من انطلاقاته النادرة بهالمباراة قدر يهدي هدف لأليكس بطرس بتمريته الحاسمة، وكان الهدف الثاني لسلام صغارتا بالوقت يلي المحاولة أيضا التسديدة من أدي من مسافة بعيدة. أدي أيضا بيعمل كنترول، كرة إلى خارج أرض الملعب،
رمي التماس جديدة رح تكون لمصلحة سلام صغرتا. عم يجرب السلام يقرب من منطقة الأنصار، عم بيجرب طبعا يقلص الفارق ويعود للمباراة. ما في شيء مستحيل بعالم كرة القدم. متبقي 20 دقيقة وهو وقت كافي طبعا لتسجيل 3 أهداف وحتى أكثر، لكن الأمور صعبة من دون شك، ما بدنا نبالغ، الأمور صعبة. إذا كنا واقعيين ما فينا غير إنه نقول إنه الأنصار الفريق الأفضل بهاللقاء وبالتالي يستحق التقدم بهالنتيجة. هون الخطأ اللي كان عم يحصل عليه عدنان حيدر بعد عملية المسك ضده بالوقت يلي شبريكو عم يستلم حاليا على الجهة اليسرى، بحاول يلعب الكرة الأمامية مقطوعة مرة جديدة إلى خارج أرض الملعب. رميد تماس موني عم يطلبها، شبريكو بالفعل باتجاه موني لكن صعب هالمرة عم تنقطع، بتروح لعتبين لعند اونيكا. يعني قبل هالمباراة كان اونيكا افضل ممرري الكرات الحاسمة لفريق الانصار بثلاث تمريرات حاسمة، تماما مثل عباس عطوي نجم شباب الساحل، وخلف نادر مطر يلي كان متصدر باربع تمريرات حاسمة، لكن حسام اللواتي يلي كان برصيده 2 اسيست رفع عدد التمريرات الحاسمة الخاصة فيه إلى 5، وبالتالي أصبح هو الأفضل على الصعيد. ركلة حرة حاليا خلف عباس عطوي، الدقيقة 71، هلا صار رح ينجح بإضافة هدف سادس. أونيكا بيلعب الكرة داخل منطقة حمزة الخير، عم يبعدها برأسه أحمد المصري بمرحلة ثانية، بحاول يطلع فيها تحت ضغط من أونيكا. أونيكا عم يضغط بشكل ممتاز، عم يقدر يحصل على الكرة أيضا. مش أفضل مباريات أحمد المصري اليوم. معتز بيلعب لعند مين؟ لعند كمارا يلي عم بيسدد بقدمه اليسرى، لكن الكرة إلى خارج أرض الملعب. ركلة ركنية جديدة للأنصار، عم بيضاعف ضغطه الفريق الضيف، عم بيحاول أكثر وأكثر يقرب من مرمى السلام، وطبعا هدفه الأول والأخير هو تسجيل هدف جديد، هذا الكورنر الخامس لفريق الأنصار بالمباراة. كورنر إذن للأنصار. أمجد طاهر حماد عم يعطي التعليمات بالوقت يلي الكرة ملعوبة إلى خارج أرض الملعب مرة جديدة. الكورنر رقم 6 للفريق الأخضر. كرة ملعوبة إلى داخل المنطقة قصيرة، ترجع لعند أونيكا. مع دخول أونيكا أصبح هو عم ينفذ كل الكرات الثابتة، وهو يلي بيلعب هالكرة الأمامية باتجاه الحج مالك، بخليها داخل أرض الملعب. وليد إسماعيل بيبعدها برأسه. مش معقول الحج مالك قد إيه بيطلع بالهواء عالي، كان بالكرات الرأسية أو بالكرات يلي بحاول يعمل عليهم كنترول. وشوفوا الإرباك هون، شوفوا الإرباك يلي عم يحصل عند أحمد يونس، إرباك كتير كبير بدفاع السلام صغرطة. عم يعطي كورنر جديد للأنصار. أبو بكر كمارة هو يلي كان عم يحاول يضغط بالكرة الأخيرة. هالمرة حسام اللواتي هو على التنفيذ. حسام بيتقدم بيلعب الكرة داخل المنطقة، مقطوع من وليد إسماعيل. موني على الكنترول، والتسديدة البعيدة المدى هون من عدنان حيدر. من جديد محمد درويش عم يشيل الى الركنيه، هيدا احمد يونس امامنا. وطبعا ثنائي شعيتو شبريكو وموني وونيكا. طارق الثابت 47 سنه، المدافع السابق لمنتخب تونس يلي شارك بكأسي العالم 98 و2002. تاريخ كبير، تاريخ كبير لطارق الثابت كلاعب. احمد المصري عم يخرج من ارض الملعب، وعماد كريمي هو يلي عم يدخل. هيدا التبديل الثالث للسلام، انتهوا تبديلات السلام صغرتا بالوقت يلي ابو بكر كمارا متسلل هون في رايي وفي تسلل. يعني كنت بعدي عم بقول انه منا افضل مباريات احمد المصري. سريعا طارق الثابت فارس يعني اجرى التبديل وسحب احمد المصري من ارض الملعب. بصراحه مشكله سلام صغرتا الاساسيه اليوم كانت بخط دفاع، هون حاله تسلل اللي احتسبت على ابو بكر كمارا. يعني دفاع فريق السلام كان اليوم بمباراه ثانيه موجود، ما كان موجود ابدا بهالمباراه. النتيجه 5-2 تقدم فريق الانصار يلي رح يكون مبسوط كثير بهالانتصار. ترجع من المردشيه منتصر، شغله كبيره عم بتكون على فريق السلام. فريق السلام يلي هون عم بجرب بعده مع ايدي، محاولات ايدي لاختراق منطقة جزاء فريق الانصار، بس عم بيكون بالمرصاد يوسف عنبر لهالشيء. فريق السلام ما عاد الفريق المرعب على ارضه يعني من بداية الدوري،
بأول مباراة له على أرضه تعادل مع فريق البقاع بنتيجة 0-0، ربح من بعدها على شباب الساحل بنتيجة 2-0. عم بحكي المباريات اللي عم بتصير على ملعب فريق السلام. من بعدها واجه فريق الصفا وتعادل معه 0-0، مع الرسينج 1-1 بالمباريات بالمرزشية، وهيدي نتائج السلام على ملعبه. انتصار وحيد كان على ملعبه بالمرديشية. تمريرة خاطئة، حتى التمريرة ما عم تقطع، التمريرة ما عم توصل. حج مالك، الحج مالك بيتقدم بمرر كرة، الحج مالك عم بجرب يلعب الكرة 1-2 مع كرة عم بيبعدها عماد كريمي. عماد بيشتت بالوقت المناسب، أبو بكر كمارة منه للشبريكو، الشبريكو لمنتصف ملعب لحسام اللواتي. أنا بتصور حسام لازم يظهر من المباراة هو أو الحج مالك، باعتبار معهم بطاقتين صفر، والنتيجة قبل نهايتها على ربع ساعة صارت مضمونة. مباراة الأنصار المقبلة رح تكون بمواجهة فريق شباب الساحل، شباب الساحل يلي رح يكون أكثر المتعطشين للفوز على الأنصار بعد خسارته اليوم قدام فريق شباب الغزية 3-1. عماد كريمي بيرجع الكرة لعند حمزة خير، حمزة خير بغير اتجاهها لعند وليد اسماعيل، وليد اسماعيل بيتقدم بيلعب الكرة عالية لعند أمادو، أمادو على الجهة اليسرى، حتى الكنترول مع أمادو اليوم ما عم بيكون ماشي. أبو بكر، أبو بكر بمرر للأونيكار، أونيكار رايق كتير بمنتصف ملعب بيلعب الكرة على الجهة اليمنى الأونيكا، تمريرة أمامية لحج مالك منه متسلل أبدا، فرصة للحج مالك للهدف السادس لفريق الأنصار. لمين؟ لمين هالكرة؟ مش لحدا أبدا يا حج مالك، عم بيطالب بركلة جزاء الحج مالك باعتبار إنه في لمسة يد على دفاع فريق السلام. رح نرجع نشوفها بعد شوي، مطالبة كانت الحج مالك، الحكم بيقول ما في شيء أبدا، والنتيجة رح تبقى على حالة. 31 دقيقة مروا على الشوط الثاني من دون ما نشهد ولا هدف، بينما 31 دقيقة بالشوط الأول كنا عم نشوف 5 أهداف تقريبا أو 4 أهداف بالمباراة بالشوط الأول بأول نص ساعة من المباراة. إدمو شحادي برجع الكرة لعند وليد إسماعيل، طائم حكام أجنبي رح يكون لقيادة مباراة النجمة والعهد. أونيكا بيتقدم بيلعب الكرة بعيدة 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 سهلة عند حارس المرمى بالإعادة. هون هون عم نشوف الكرة واصطدامة مثل ما عم بقول حج مالك بإيد دفاع فريق السلام صغرته، الحكم بيقول ما في شيء أبدا، بيتابع اللعب. كرة هون كان أحمد يونس عم تصطدم فيه، بيطار واحد من نجوم فريق الأنصار بالدوري هالموسم، كرة عم بيشتتها دفاع فريق الأنصار، خلص عرف إنه الوقت عم بمر بسرعة على لاعبي فريق السلام. فأهداف إذا ما سجل الأنصار، حج مالك، الحج مالك بيتقدم وباللحظة الأخيرة. هيك تمريرات يا شباب ما بتتمرر ابدا ابدا، خاصه مع سارق كرات، سارق اهداف اسمه الحج مالك. برجع بقلكم الحج مالك بحب المرمى والمرمى بحبه للحج مالك. شوفوا قد ايه كان قريب الحج مالك ليروح وينفرد ويمكن يسجل هدف الانصار السادس كان بهاللقاء. خسارة قاسية لفريق السلام بمباراة اليوم، رح توضع علامات استفهام كتير كبيرة، وأكيد اجتماع رح يكون سريع مع نهاية المباراة لسؤال شربل شو صار وليش عم بيصير هيك. 10 مباريات 8 نقاط، أمر جدا مستغرب من ناحية فريق السلام. بس النتيجة أبدا منا ما شفناها قبل، يعني فينا نقول لفارس بمباراة بين الأنصار والسلام صغرتا، لأن أكبر فوز للأنصار بتاريخ مواجهاته مع السلام صغرتا كانت النتيجة في 5-2، هيدا أكبر فوز للأنصار على السلام، وبالتالي الأنصار اليوم عم يكرر النفس النتيجة ومرشح طبعا أنه يسجل عدد أكبر من الأهداف. يعني هيدي أكثر مباراة هالموسم
سجل فيها أهداف، 7 أهداف. شفنا مباراة النجمة والأنصار بالمرحلة الافتتاحية شهدت 6 أهداف، 4-2 كانت النتيجة للنجمة. أيضا العهد والصفا، مباراة اللي فاز فيها العهد 6-0 شهدت 6 أهداف، والبقاع عندما تعادل مع الشباب الغازية كان فيها 6 أهداف عندما تعادلوا 3-3 بالأسبوع الخامس. اليوم في عنا 7 أهداف بمباراة الأنصار والسلام صغرطة. أيضا الساحل والرسنج ما بننسى المباراة الجميلة اللي تابعناها عبر شاشة ام تي في بالأسبوع الثامن، أيضا النتيجة كانت 3-3. وبعد ما عاد الرسنج طبعا بعد تأخره 1-3، والصراع رح يكون أكبر وأكبر اليوم. فوز الغازية عم يعقد الأمور على كثير من الفرق. الغازية بانتفاضته الغير عادية يرفع رصيده إلى 11 نقطة، نفس رصيد شباب الساحل الموجود بالمركز الخامس. وبفارق المواجهات رح يكون الغازية هو بالمركز الخامس، وبالتالي مطالب رح يكون الفرق الأخرى مثل السلام، مثل تضامن صور، مثل الراسينج، مثل طرابلس والصفا والبقاع تحقق نتائج أفضل بين هالمرحلة والمراحل المقبلة. بالوقت يلي الكرة المقطوعة هون في خطأ، خطأ عم يقول محمد درويش بعد الاشتراك بالكرة بين عدنان حيدر وإدموج حادة. شوف الإعادة والخطأ يلي احتسب لمصلحة لاعب السلام صغرطة. لا يزال الانصار عم يخوض المباراة بنفس التشكيلة ما عدا تغيير وحيد بدخول عباس عطوي اونيكا مكان ولا نصار نصار. بالوقت يلي اللاعب متوقف محمد درويش له كلام مع ادموش حادي وعدنان حيدر. اسماعيل عم يطلب منه طبعا استئناف اللاعب، ما بده يضيع اي دقيقة ولو انه الوقت عم يمر بشكل سريع وبشكل صعب على السلام صغرطة. يعني 7 أهداف شفناهم بالشوط الأول، ولا هدف شفنا بالشوط الثاني. بالوقت يلي إدموش حادي عم يستلم الكرة، بعده عم يحاول على الصعيد الفردي إنه يعمل شيء منه لعند جون جاك يمين قائد السلام صغرطة، بيحاول يسدد من مسافة بعيدة لكن كرته ضعيفة وإلى خارج أرض الملعب. ضعيفة كانت الكرة من الرقم 7. ركلة مرمى راح تكون عند حسن مغنية، مرتاح حسن مغنية بالشوط الثاني، ما شفنا أي خطورة على مرمى. وأنطوان دويهي من وقت دخوله مكان مصطفى مطر مضطر يتدخل على أي كرة، وكأن اقتنع الفريقين بهالنتيجة. بالوقت يلي الكرة الأمامية مقطوعة هون من أحمد يونس وبكر مسالي، ما بتوصل باتجاهه بتروح لعند موني، وأيضا في لمسة يد وخطأ لمصلحة فريق الأنصار. خطأ إذن لمصلحة الأنصار. الإعادة مرة جديدة هون، اللمسة لمسة اليد على جون جاك يمين. شبريكو أونيكا تبادل سريع للكرات الأرضية، قريبين من بعض بشكل ممتاز لاعبي الأنصار. بوكر كامارا، مبكر سلم اللواتي اللي بيحاول يلعب الكرة لعند موني، بالفعل توصل لعند موني، عم يوسع لنفسه بيحاول يسدد مسافة بعيدة. موني، موني عم يفتش على الهاتريك وعم يبحث عن خطأ، وعم يحصل على خطأ حاليا، خطأ من مكان مناسب جدا للاعب مثل عباس عطي اونيكا ليحاول يسجل اسمه على لائحة الهدافين بهالمباراة. ما في اخطاء كثيرة كان باللقاء، 10 سلام 9 الانصار هون. اونيكا موني بالاحرى كان عم يحاول يمر، والخطأ يلي ارتكبه ياسر عاشور على موني. الإعادة مرة جديدة هون، موني كان يعني أسير بين جون جاك يمين وياسر عاشور، وبالتالي الأنصار حصل على الخطأ. حسام اللواتي مرة جديدة، وأونيكا موفق كثير حسام، فراح يتوفق به الكرة أمام حائط صد مؤلف من 4 لاعبين، الحاج مالك تحت رقابة وليد إسماعيل. اللواتي وأونيكا مين راح ينفذ الكرة؟ هل راح ينفذها الرام 10 مثل ما تعودنا، وراح يتركها للرام 24 يلي هو نجم اللقاء حسام اللواتي؟ وأونيكا بانتظار صافرة محمد درويش. اونيكا على ما يبدو هو اللي راح يسدد. اونيكا، اونيكا بيلعب الكره، اوه حلوه كثير كانت من عباس عطوي اونيكا، لكن الكره عم ترتد من حائط الصد الى ركله ركنيه انصاريه جديده. توقعت اونيكا سدد بالفعل هون الكره اللي ارتدت من الكس بطرس الى ركله ركنيه.
الركنية عم تتنفذ سريعا للرقم 10 التبادل مع موني، لكن قصيرة الكرة بتبقى مع القصار. بعدين حيدر أكثر من لاعب أنصاري بالانتظار داخل منطقة جزاء. عدنان عم يخسرها أمام ياسر عاشور، عم يعمل مجهود كان كتير كبير بالحالة الدفاعية، لكن أيضا الكرة عم تتقل مع يوسف عنبر. يوسف عم يتقدم الكرة للحج مالك، صعب كتير يا يوسف توصل للحج مالك، محاصر كان الحج مالك. الأدفانتج للأنصار مع عدنان حيدر، عم بمر بطريقة ممتازة. عدنان بيلعب الكرة عرضية، موني على الطاير، جول موني على الطاير، والأنصار اليوم طاير بالنتيجة 6-2، تقدم للأنصار، نتيجة صادمة لبل كارثية على السلام صغرتا بمباراة اليوم. فعلا حسن شعيتو موني قلت عم يفتش عن الهاتريك، أكد على كلامي وسجل 3 أهداف بمباراة اليوم، صام طويلا عن التسجيل، زمان يا موني زمان، تاني هدفي الموسم الماضي بدوري ألفا، عاد ليأكد أنه لمسته موجودة، تسديداته موجودين، وأهدافه عادت لتوجع حراس المرمى. أنطوان الدويهي عم يستقبله حسن شعيتو بهالتسديد يلي أزت شباكه، رح يتذكر الهدف كتير منيح. أول الأهداف يلي بتهز شباكه بدوري ألفا كانت عبر الرقم 20، حسن شعيتو موني دخل هالمباراة معه هدف، وأصبح تاني هدافي الأنصار إلى جانب حسام اللواتي فجأة ب4 أهداف بعد تسجيله لهاتريك بهالمباراة لشك فارس. وقبل بداية العديد من المباريات بالمرحلة العاشرة، حسن شعيتو موني عم يفرض نفسه النجم بين اللاعبين المحليين، بالوقت يلي حسام اللواتي أيضا عم بيكون على الموعد بتمريرة جديدة وبهجمة أنصارية جديدة. رح أشوف بالإعادة فعلا مرة جديدة هالهدف الرائع يلي سجلوه الأنصار. نتيجة قاسية 6-2 مثل ما شفنا نحن وياكم على الشاشة، وتبديل جديد عم بيتحضر بصفوف فريق الأنصار. هيدا اللي كنت عم بتوقعه، إنه لازم حسام اللواتي يظهر هو والحج مالك من المباراة، خوفا من حصولهم على أي إنذار ليبقوا بالمباراة المقبلة ويشاركوا قدام فريق شباب الساحل. هيدا يلي عم بصير، وحسام اللواتي عم بيكون خارج التشكيلة بدلا منه غازي حنيني. غازي حنيني يلي انتقل لفريق الأنصار هالموسم. نرجع منشوف بالإعادة الفيرست تايم التسديدة من موني، تسديدة صاروخية سريعة كتير، ما رح يقدر يعمل لها شيء أبدا أنطوان دويهي. أنطوان دويهي مواليد عام 99، برجع بذكر هو أصغر لاعبي فريق السلام سنا، ومستقبل كتير كبير ناطر هاللاعب ليكون إن شاء الله بالمستقبل حارس مرمى المنتخب الأول للبنان. حسن المغنية، الأنصار كان متأخر 1-2، من بعد 1-2 فريق السلام جمد، وقف فريق السلام، تحرك الأنصار وسجل 5 أهداف الأنصار. 6-2 هيدي المباراة الأكثر تهديفاً من بداية دوري ألفا، لهلأ صار فيها 8 أهداف، الأنصار عم بيرفع رصيده ل 22 هدف ليكون صاحب أقوى خط هجوم، أفضل من النجمة وأفضل من العهد مع 22 هدف، بينما فريق السلام عم بيدخل مرمي مع هالمباراة 13 هدف، 6 بهالمباراة و7 ب9 مباريات سابقة. فعلا أمر غريب عجيب. أمدو بمرر هالكرة لأبو بكار مسالي داخل منطقة جزاء وركلة ركنية، الحكم بيقول في ركلة ركنية رح تكون لصالح فريق السلام صغرتا. أليكس بطرس 2 مثل ما شفناه، وتعليمات عم بتكون من أمجد طاهر حماد المدير الفني الأردني لفريق الأنصار بهالمباراة. انتصار 6-2، نتيجة كبيرة 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 على ملعب المردشية. كرة هون تتنفذ، الركلة الركنية بتوصل لعند إيدي، إيدي بيتقدم بيرفع الكرة بين إيدين حسن مغنية. عم نقرب من نهاية الوقت القصري لهالمباراة، صرنا بالدقيقة 88، الأمور رح تبقى غامضة بالنسبة لفريق السلام من ناحية المرحلة المقبلة، لأنه فريق السلام بخطر حقيقي إذا بدنا نقول مع الفرق يلي عم بتنافس الهروب من الدرجة الثانية. هذا أمر ما تعودنا أبدا نشوفه من ناحية فريق السلام صغرتا، ولو أنا عندي كل الساعة أنه فريق السلام رح يقدر يعوض بعدين ويرجع بالمراحل المقبلة، بس بالنسبة له موسم إذا بدنا نقول بمرحلة الذهاب موسم كارثي عم بيكون لفريق السلام صغرتا.
كرة لعند الحج مالك، رأسية بين ايدين انطوان الدويهي من وليد اسماعيل. امادو نياس يلي عم بفتش عن هدفه الاول بهالمباراة، ما عم بيقدر يترجم هالشي. تبديل تاني مع انس ابو صالح، انس ابو صالح عم بيستعد ليكون التبديل الثالث والاخير من ناحية فريق السليم. من ناحية فريق الانصار التبديل الثالث والاخير. هون خلينا نتابع ونشوف تبديل بدلا من مين، بدلا من بيطار، لاعب مدافع بدلا من لاعب مدافع. وفريق الانصار عم بيتجه لانتصاره السادس بدوري الفا، 6 بـ10 مباريات. يعني فارس كنا عم نذكر قبل بنتيجه 5-2 يلي من مواسم قليله حقق الانصار على حساب السلام صغرتا، وقلنا عم بيكرر هالنتيجه. اليوم الانصار فعلا عم يحقق اكبر انتصار له على السلام 6-2. ايضا كان له انتصار بفارق 4 أهداف بموسم 94-95، فاز الانصار بنتيجه 5-1. ومين ما بيتذكر الهدف الرائع جدا يلي سجل بوقتها سليم حمزه بتسديده على الطاير بعيده المدى. الانصار مره جديده عم بيكون فعلا بالشمال عم يحقق انتصار، لان بوقتها المباراه ايضا كانت عم تقام بطرابلس. يمكن هذا الهدف الوحيد لسليم حمزه بمسيرته، يعني لاعب تميز بشكل كثير كبير، لكن مش على صعيد تسجيل الاهداف الا هالهدف، الا هالهدف يلي ما بينسى. سليم حمزه اكيد تحياتنا له، لاعب منتخب لبنان ولاعب الانصار السابق. المباراه انتهت، انحسمت المباراه 6-2 الانصار، نتيجه كبيره. عوده رح تكون موفقه للزعيم الاخضر لبيروت مع الانتصار الغالي كثير، ولو ببدايته كان صعب وقت لقى فريق الانصار حاله متاخر 0-1، رجع لقى حاله متاخر بنتيجه 1-2 قبل ما يحسم الامور كلها لصالحه والامور تتغير ويتقدم بالشوط الاول في تسلل. يعني أكثر من هيك يا أبو بكر شو بدك؟ بوضع تسلل واقف، وهالمرحلة لهلا يلي الهيئة رايحة لنشوف يمكن أكثر المراحل تجينا للأهداف. بمباراة الغزية 4 أهداف، بمباراة الأنصار 8 أهداف، صاروا 12 هدف لهلا بالمرحلة العاشرة. بعد عنا 4 مباريات، مين بيعرف شو رح تخبي لنا؟ المرحلة السابقة كانت شهدت تسجيل 8 أهداف، المرحلة الخامسة 10 أهداف، والمرحلة الرابعة 9 أهداف. هيدي المراحل اللي شهدت أقل تسجيل أهداف لهلا. يعني دقيقتين عم بمروا طوال كتير على الصغيرتوية، على الجهاز الفني، على اللاعبين. يعني حج مالك ضرب كمان مرة اليوم، دايما عم بيسجل، عم بيرجع اكثر واكثر. فاكيد يعني المعسكر يلي قاموا فيه فريق الانصار يلي بيتوا ليلتهم هون، يمكن الكب الصغرتوية المشهورين فيها بصغرتا نفعتهم واعطيت نتيجتها اليوم، نتيجه 6-2، هالنتيجه الكبيره يلي اكثر المتفائلين من جمهور الانصار ما كان ابدا بيتوقع هالنتيجة الكبيرة مع فريق السلام، وأكثر المتشائمين من ناحية فريق السلام ما كانوا بيتوقعوا يخسروا بهالنتيجة أبداً الكبيرة، نص دزينة من الأهداف. 6-2 نتيجة كبيرة، نتيجة بدها اجتماع طارئ، اجتماع سريع، اجتماع لينبت أمور كثير فيها من ناحية فريق السلام، من ناحية لاعبين، من ناحية أجانب، من ناحية لبنانيين، من ناحية جهاز فني وغيرها. لأنه برجع بقول أنا الإدارة ما بخلت ولا مرة على الفريق لتجهزه ويكون عنده فريق فعلا عم بينافس. يمكن نسمع الصافرة الأخيرة لمحمد درويش بهالمباراة مع منحه خطأ لفريق السلام صغرتا. بدي أرجع أذكر كل اللي انضموا لنا من دقايق لهلأ أنه مباراة العهد والنجمة مباراة ماشي، مش مثل ما بينكتب أبداً عبر الفيسبوك وغيرها أنه التغت المباراة أو يعني تأجلت المباراة. الوحيد يلي بقرر إذا مباراة تتأجل إيه أو لا هو الاتحاد اللبناني المخول بتأجيل المباراة أو عدم تأجيلها، وطائم الحكام الأجانب يلي بيوصلوا الليلة ليكونوا موجودين بكرة بأرض الملعب. وبما أنه العاصفة
رح تروح العاصفة والشتي رح يوقف، هيدا اللي عرفناه من مصلحة الإرصاد الجوي، يعني الأمور رح تكون جاهزة بكرة لمباراة منتظرة بين النجمة والعهد بوحدة من أجمل المباريات. محمد درويش بيعلن نهاية اللقاء بفوز كبير للأنصار على السلام صغرته بنتيجة 6-2. الأنصار يلي عم بيرفع رصيده لعشرين نقطة بالمركز الثالث ليكون منافس حقيقي وجدي على اللقب مع العهد ومع النجمة. أكيد أفضل شيء لفريق الأنصار إذا بيتعادلوا بكرة النجمة والعهد، هيك الأمور بتصير أهين وأهين للمنافسة على لقب بطولة لبنان. لكن يلي ما تسنى لقلون يشوفوا الأهداف، ايدي بيتقدم ببداية المباراة بأول دقيقة، كنا أليكس بطرس بيضرب كرة رأسية بسجل الهدف الأول. هون الفرحة عمت بصغرت، عمت بالمردشية، وصلت لبنشعي وعلى أهدن كمان، بس بالنهاية الأنصار بيرجع. هذا الزعيم بيضرب مع موني بسجل هاتريك بهالمباراة وهدفه الأول. حسام اللواتي أول أسيست باللقاء وموني أول هدف له بالمباراة. كان النتيجة 1-1. من بعد فريق السلام بيتقدم وبيسجل الهدف الثاني كمان أليكس بطرس. أليكس بطرس بيعطي التقدم 2-1 لفريق السلام. الأمور كان ماشي حالة، ومن بعد هالهدف فريق السلام تغير. حسام اللواتي نفس سيناريو الهدف الأول، شفتوا شو عميل نصار عم بيسجل هدف من كرة وتسديدة فرست تايم على الطاير بيعدل النتيجة. نصار 2-2. من بعد هدف نصار هدف ثالث للأنصار مع موني يلي عم بيسجل هدفه الشخص الثاني بعد تمريرة الثانية والأسست الثالث إذا بدكم خلينا نقول من حسام اللواتي. 3 أسست كان بالشوط الأول. هون حمزة خير أخطأ، شو بده أحلى من هيك؟ الحج مالك لينفرد ويحط الكرة على يمين مصطفى مطر. 4-2 الأنصار، تقدم مريح، تقدم كبير لفريق الأنصار. بس نجم الشوط الأول من دون أي منازع حسام اللواتي رفض أنه ينتهي الشوط الأول بهالنتيجة من دون ما يترك بصمته بهاللقاء. سجل الهدف الخامس بعد تمريرة كانت من حسن بيطار، وبيتمكن هون ليسجل الهدف الخامس والهدف السادس الأنصار معه لموني بعد تمريرة مع عدنان حيدر بينهي اللقاء. لهون نوصل نحن ويكون لختام مشوارنا الرياضي من المردشية من صغرتها. شكر كبير لكل متابعينا عبر شاشة الام تي في. بنعطيكم موعد بكرة الأراد الساعة 9:15 تماما من ملعب مدينة كميشة معور الرياضية ببيروت مع المباراة المنتظرة بين النجمة والعهد. من هلأ لوقتها دايما وبرفقة برامج الام تي في بتمنى لكم أحلى الأوقات. Rhythm.